بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. من الرياض نحييكم في نبض الخليج ويوم جديد من أيام خليجي 22، اليوم الهادئ الذي يسبق عاصفة الدور نصف النهائي والأدوار الحاسمة وخروج المغلوب. 4 منتخبات إذن تتواجد في نصف النهائي، جميعها مرشحة للعب دور البطولة في خليجي 22. كالعادة سنكون معكم على مدى ساعتين، سنتحدث عن الكثير من الأحداث والتفاصيل المصاحبة لخليجي 22، وكذلك اليوم القادم الذي حفل بالكثير من التوقعات والترشيحات، لكنها ستنتهي بمجرد انطلاق صافرة حكم المباراة إذانا بانطلاق هاتين المباراتين المنتظرتين. والأحمر سيكون طرفا فيهما عبر لقائه للعناب القطري، فيما الأخضر السعودي سيواجه شقيقه المنتخب الإماراتي. رحب بكم، وكذلك الزميل محمود تبوك الذي سيتواجد بعد قليل في فندق الهوليدي إن والمركز الإعلامي. ونرحب بك محمود، واكيد يعني نحن ما في شك بانتظارك ايضا في فندق الماريوت، فمباشره نذهب الى زميل محمود تبوك اذا في المركز الاعلامي في فندق هوليدي ان. وان شاء الله، هل محمود جاهز؟ طيب، عموما نحن نرجع لمحمود حالما يكون جاهزا في فندق الهوليدي ان والمركز الاعلامي. رحب بضيوف اليوم في الاستوديو الدكتور مدني رحيمي المحلل والناقد الرياضي، حياك الله دكتور. اهلا بك استاذ بندر والمشاهدين الكرام. اهلا وسهلا بك الاستاذ بندر رشود، مدير مكتب صحيفه النادي في الرياض، حياك الله معنا. الله يحييك ورحب فيك ورحب دكتور مدني وايضا بمشاهدي قناه عمان. الله يخليكم، اكيد بتكونوا معنا ان شاء الله في الساعه الاولى من هذا البرنامج، ونحن سعيدين بتواجدكم اكيد. وان شاء الله مشاهدينا الكرام ستكون معنا فقرات كالعاده مختلفه في هذه الحلقه. بعد الفاصل نعود لننطلق في بدايه يوم جديد من نبض الخليج.
أجدد لكم التحية مشاهدينا الكرام من العاصمة الجميلة الرياض، وهذا الحدث الخليجي في نسخته 22 والذي بدأ العد التنازلي لنهايته. نتمناها إن شاء الله أن تكون النهاية سعيدة للجميع بإذن الله في هذا التجمع الخليجي الكبير. ومباشرة طبعا تحدث مع الدكتور مدني اللي شرفنا اليوم في الاستوديو. الدكتور مدني، يعني طبعا السؤال المباشر في البداية، رأيك وانطباعك عن البطولة في دورها الأول؟ والله أنا قلت الكلام ده وأعيد، وأعتقد البطولة ضعيفة فنيا حتى الجولة الثالثة للمجموعة الثانية اللي هي المجموعة الحديدية، أو هي المجموعة 24 قراط، أو يعني حلو الوصف هذا 24 قراط. أي لأنه المجموعة الأولى نبدأ 21 قيراط من ناحيه الذهب، وهذه 24 عشان لاحظ هذه المجموعه الاولى فيها منتخبين اخذين كاس الخليج واثنين مو ماخذين كاس الخليج، بعكس الاربع المنتخبات اللي هنا كلهم اخذين كاس الخليج بالضبط. وهذا الوزن يعني عشان لاحظ يفسر كما يريد، لكن ما له علاقه بالمستوى الحالي يعني لا قلنا انه بدات ضعيفه البطوله، ولكن المباراتين النهائيه الإمارات مع العراق وعمان مع الكويت أعتقد غيرت وجهة البطولة ورفعت المستوى الفني للبطولة. المباراتين كانت من أقوى المباريات، وفي المباراتين سجلت 7 أهداف وأكثر أهداف سجلت بالنسبة للمباريات كلها في المباراتين، والمستوى الفني ارتقى كثيرا 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 في هذه المباراة، رغم انه الترشيحات كانت زي المنتخب الكويتي داخل عنده 85 الى 90% هو متأهل لانه عنده فرصتين نعم، وعمان عنده فرصة واحدة قد تكون اوت، ويعني تخطت وقفزت كل الحواجز وعملت احسن مباراة من ضمن المباراتين اللي مع انه المباراتين اللي لعبتها في الاول لم تكن سيئة، ولكن لم يكن عندها القوة الهجومية لتسجل اهداف. يعني وحتى الهدف اللي سجلته مع العراق كان ضربة جزاء، غير لما تيجي يعني تسجل 5 أهداف في منتخب مرشح أن يأخذ البطولة وهو سيد آسيا في المنتخبات، يعني قصدي الخليج الكويت، وأول هزيمة تلقاها الكويت بهذا الحجم، فهذا اللي يعني أعطى قوة للمنافس أو للبطولة. أنا أعتقد ارتفع مستواها. أيضا الإمارات مع بذات الشوط الاول طلع 0-0، كانت المنتخب يعني الناس كانت انا كنت مرشح الامارات قد تفوز لشيء واحد، لانه الامارات لم تفوز في اي مباراه، فدائما لما تيجي ساعه الحسم يرتفع اداء اللعيبه عند الحاجه، يعني او زي ما تقول هناك خطر، اما الفوز او الخروج فعشان كده انا خليني بقول لك لما تبغى تقيس مثلا نجم الامارات عموري، انا اعتقد احسن مباراه لعبها في البطولة حتى هي مباراته مع العراق، لعب مباراة كبيرة المنتخب الإمارات، فعشان كده ارتفع المستوى الفني للبطولة من هذه المباراتين. أستاذ أندر، يعني كثير حديث أثير خاصة في وسائل الإعلام حول المستوى الفني، ولاحظ دائما استعجال حتى يعني حتى من المباراة الأولى الناس تحكم على البطولة ككل بأن هذه البطولة ضعيفة، وهذه البطولة يعني حتى الإعلاميين يعني دائما يتحدثوا عن البطولة من أول مباراة، فهل هذه البطولة في أقصد في الجولتين الثانية والثالثة من الدور الأول عكست هذا الحديث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ما في شك انه الاستعجال امر غير مقبول، ولكن من خلال معطيات البطوله احنا لا نتحدث عن الجوله الاولى او الجوله الثانيه، احنا نتحدث بالمجمل مباراه البطوله لم ترتقي للمستوى المطلوب، يعني حقيقه تفاجانا بمستويات المنتخبات الخليجيه، ربما احنا كاعلام سعودي نعلم ان المنتخب السعودي يعني عليه الكثير من علامات الاستفهام سواء من خلال المستوى الفني او حتى من القياده الفنيه للمدرب لوبيز، وفي كثير من الملاحظات وايضا اعتراض، ايضا هناك مطالبات باستبعاد لوبيز قبل البطوله، فنعلم ان المنتخب السعودي ربما لن يقدم تلك المستويات المامونه، ولكن بناء على استعدادات المنتخبات الاخرى من خلال المباريات الوديه كنا نتوقع انه تاتي بمستويات افضل وارقى. يعني يمكن قبل مباريات الجوله الثالثه من المجموعه الثانيه لعبنا تقريبا 10 مباريات،
لم نشاهد سوى شوط واحد، هو مباراة الشوط الأول لمباراة الكويت والإمارات 2-2 الشوط الأول، حتى الشوط الثاني تقريبا كان هناك انخفاض في المستوى. أعتقد أن البطولة للأمانة يعني ابتدت من مباريات اليوم الأخير اللي هي مباراة الكويت وعمان والعراق والإمارات. الإمارات من خلال فوزها، من خلال تمسكها بمستوى تصاعدي، أثبتت أن لديها منتخب قوي أتى لكي يحافظ على لقب البطولة السابقة. المنتخب العماني رغم أنه يعني قدم مستويات جيدة في مباريات الأول سواء أمام العراق أو أمام الإمارات، ولكن حقيقة هو كشر عن أنيابه أمام المنتخب الكويتي، كان يعني يتطلع أنه يتغلب بهدف واحد ومن ثم ترى حسبة المباريات مع المنتخبات الأخرى، ولكن المنتخب العماني أثبت حقيقة أنه منتخب مميز من خلال مباراة الكويت. طبعا ليس من المعقول أنك تحكم على مستوى منتخب من مباراة واحدة، ولكن تدرج الأداء لدى المنتخب العماني، الشمولية في الأداء التي قدمها أمام المنتخب الكويتي وفوزه بخمسة أهداف أيضا ستعطي قلق للمنتخب الذي سيقابل المنتخب العماني وهو منتخب القطري في المباراة القادمة. متى ما استمر المنتخب العماني على هذا الأداء في هذه الفورمة العالية، أعتقد أنه لن يجد صعوبة أمام المنتخب القطري في المباراة المقبلة. نعم، يمكن دكتور، لكن المنتخب القطري أيضا يعني من المنتخبات اللي صحيح لم تحقق الفوز لكنها أيضا لم تخسر، قدمت المستوى، قدمت الشكل. أنت تتفق معي أن الفريق كان منظم إلى أبعد حد، وبالتالي أيضا الفريق أكيد من الممكن أن يعني يخرج هذا يعني عصارة مستوى ربما في الدور نصف النهائي. وأنا أعتقد هذا، وأنا من مرشح نادي قطر للمنتخب القطري أن يكون له كلمة، لأنه إلى الآن من المنتخبات الذي لم يفز. نعم، وحيدخل بالعادة، فقد يكون فوزه قادم يوم الأحد. نعم، أيضا النتيجة الكبيرة اللي يعملها المنتخب العماني قد تعطي له نوع من خلينا نقول الاستعلاء أحيانا، وخمسة أهداف الثقة الزايدة بعكس فريق لم يفوز وعنده الطموح زي ما شفنا الإمارات وعمان لم يفوزوا في المباراة. المباراة الثالثة فجروا كل أو خلينا نقول انفجر أنبوب البترول وبدأت يعني التغذية للهجوم العماني الذي صام مباراتين أن يجيب خمسة أهداف كأول منتخب يجيب نتيجة بهذا الشكل. العكس قد يكون مع الإمارات مع قطر، أن قطر لم تفوز حتى الآن، علما أن قطر حتى الآن ما عندها القوة الهجومية، معناها تصل بس ما في قوة هجومية. ولو شفنا أول مباراة مع السعودية في الشوط الثاني عندما سجلت التعادل، وعلام لاقى ثلاثة فرص انفراد مع الحارس السعودي ولم يستطع أن يسجل لأنه لسه خارج من إصابة وما هو جاهز. أيضا أنا أعتقد أنه خلفان إبراهيم خلفان نصف مستوى الهجومي أو القوة الهجومية في المنتخب القطري كصانع وكهداف وأيضا هو مع حسن الهيدوس ثنائي جيد جدا لأنه بيلعبوا في نفس السد القطري بالضبط. فلما الهيدوس قوة ولكن تحس انه من 220 اصبح ل 110 لانه ال 110 الاخرى ما هي موجودة اللي هو ابراهيم خلفان، يصير قوة ضاربة في الناحية الهجومية وسرعة الانتقال من الدفاع الى الهجوم والوصول للمرمى. نعم، مع الاثنين دولة كانوا فصار بس حسن الهيدوس لوحده، عشان كده قد يرشح قطر للنهائي. هذا بالنسبة بتكلم عن قطر. نعم، أنا بقول قد تؤدي لهذه المعطيات، لكن كرة القدم يعتاد كيفية تجهز اللاعب مو بس لياقيا، لياقة الآن ما حد يقدر يقول لي فريق بعد هذا المشوار ما عنده لياقة، كيفية التهيئة النفسية زي ما قلنا أنه المنتخب الكويتي دخل بدون تهيئة نفسية، دخل بأنه أنا عندي تأخذ. أربع نقاط وأنا يعني ما حسوا لي، عمان ما عنده شيء. هذا كيف، وهذه مو بس في كل الدنيا، لما تلعب مع فريق انت شايف نفسك اعلى منه الخساره اقرب لك منه. فهنا النفس قد نقول الان عمان داخله بنشوه انه اول مره الكويت انغلب في الخليج على يد عمان ب5-0. نعم، نتيجة يعني التاريخيه الاولى للمنتخب الكويتي. فعشان كده، لكن هذا اكيد لا يقلل من المنتخب الكويتي اللي نتمناه ان شاء الله. لا، الكويت ما حد يعني تاريخ بالضبط يعني بالضبط. نعم، اخذ 10 مرات يعني. صحيح، ما ادري، لكن احنا انا سامع ايضا كلام انه عمان يبغوا مدرب اليمن
هذا صحيح. عمان ايوه بتعامل تاخذ مدرب اليمن. والله هذا الشيء هذا ما وصلنا هذا الشيء. انا ميروسلاف سمعت المنتخب اليمني من مدرب المنتخب اليمني. احنا للحين مستقرين على مدربنا يعني. وانا اقول لك لا بس في كان خلاف انه تبغى تشيله بس انا بقول له انه له 4 سنين. وانا اقول للمنتخب السعودي والاتحاد الكره السعودي انتوا جيبوا المدرب خذوا مدرب اليمن او مدرب عمان. مدربنا تاخذوه انتوا بعد. مدرب عمان مدرب خططي تكتيكي بحت. مدرب تكتيكي بحت. مدرب اليمن ايضا مدرب تكتيكي لو عنده العناصر الموجوده في دول الخليج كان طلع بنتائج جيده. طيب عشان كذا بس هذه فرصه عشان الاتحاد السعودي ينتبه قبل. طيب نحن مدربنا نبغاه بعدنا عندنا بعدنا لا احنا نقول كاس اسيا واحنا مستمرين. العرض والطلب هو منتهي ترى عقده على نهايه. طيب عموما نحن متواصلين اكيد في الحديث هالحديث الجميل مع الدكتور مدني والاستاذ بندر، لكن اكيد كالعاده ناخذكم في جوله في اروقه البطوله. الزميل محمود تبوك متواجد في المركز الاعلامي في فندق الهوليدي ان. محمود مساء الخير، تفضل اليك الكلمه. كل التحية لك حسين ولمشاهدين الكرام عبر برنامجنا دائما نبض الخليج. هذه المرة يتواجد برنامج نبض الخليج هنا في المركز الإعلامي في فندق هوليدي إن القصر، حيث تواجد الإعلامي والزخم الإعلامي الكبير بعد الجولة الأولى وقرب النصف النهائي لهذه البطولة خليجي خليجي 22. ومعي في هذه اللحظات حسين الأستاذ علي الباشا من صحيفة أخبار الخليج وعضو مجلس إدارة الاتحاد البحريني لكرة القدم ورئيس الوفد الإعلام، حياك الله معنا في برنامج نبض الخليج. أهلا وسهلا بكم جميعا. في البداية أستاذ علي نتحدث بصورة عامة عن النتائج التي قدمت في الدور الأول. طبعا يمكن أن نقول بأن النتائج التي أفرزت من خلال الجولات الثلاث يمكن أن نقول أنها طبيعية، وأن الأشطر وربما أيضا الأفضل هم من ترشحوا إلى الدور الثاني من المنافسات، الفرق الأكثر انسجاما، الفرق الأكثر تجانسا، الأكثر انضباطية في التكتيك، هي في النهاية ذهبت إلى الدور الثاني، وطبعا باختلاف المستويات بين فريق واخر. الفرق التي وصلت المنتخبات الاربع التي وصلت الى هذا الى هذه المرحله ربما لم تكن الجميع يكاد يجزم انها راح تصل الى هذه المرحله، كقراءتك وكرئيس وفد اعلامي بالنسبه للبحرين وايضا صحفي باخبار صحيفه اخبار الخليج، قراءتكم لهذه الصوره بصوره عامه؟ طبعا احنا إذا أخذنا استطلاعات الرأي قبل انطلاق مباريات الدورة سنجد أن الأمور مختلفة، هناك من يرشح مثلا العراق للوصول إلى المرحلة الثانية، هناك من يرشح الكويت وكانت الكويت مثلا قريبة من التأهل لولا لا أعرف هل هي ممكن نسميها عامل مفاجأة أو ماذا، هناك من رشح أيضا حتى البحرين أنها تنتقل إلى الدور الثاني، ولكن مع بدء المباريات اختلفت معايير الأداء عند الفرق. في المجموعة الأولى مثلا الفريق اليمني فاجأ الفرق الأخرى واختطف التعادل من فريقين وخسر بصعوبة من الفريق المستضيف. في المجموعة الثانية كان الكويت أقرب الفرق إلى أن يتأهل إلى الدور الثاني، ولكن الخماسية العمانية ربما فاجأت الجميع فاجأت بالرقم، ولكن كان المستوى العماني والمنتخب العماني قدم كرة جميلة. طبعا أنا لا أختلف معك بأن الفريق العماني كان مستواه متطور، فريق منضبط تكتيكيا يميل إلى السرعة في الأداء، ولكن أيضا الفريق الكويتي كان مرشحا وبقوة، وبالذات أنه خرج من مباراته مع العراق فائزا بهدف دون مقابل وكان قريبا أو على حافة التأهل لولا أن العمانيين فاجأوه بالنتيجة وليس بالمستوى، لأن المستوى العماني كما قلت لك كان فيه انضباط تكتيكي، فيه اللاعبين يؤدون ما يريده منهم المدرب بطريقة سريعة، ونسبة التسجيل في هذه المباراة تؤكد ذلك.
أستاذ لو نتحدث عن الصعوبات القادمة بالنسبة لصاحب الأرض والجمهور الذي لم يستفيد من عمل الجمهور حتى الآن. طبعا بالنسبة لعمل الجمهور هذه الأيام ليس مؤثرا، باعتبار أن كل الفرق المشاركة واجهت جماهير غفيرة في مبارياتها في بطولات سابقة، ولكن الفريق صاحب الأرض هو الأكثر حاجة إليهم في هذا الوقت بالذات، وربما في حال لم يكن الحضور قويا سيتأثر من الناحية الفنية أيضا. من الناحية الفنية أكيد المنتخب الإماراتي يحمل فريق رائع، فريق شاب بقيادة الكابتن مهدي علي. طبعا بالنسبة إلى الفريق الإماراتي أيضا فريق عنده انضباط تكتيكي وانسجام المجموعة وتجانسها منذ الدورة السابقة، ووجود مهاجم قناص مثل علي موقوت يؤكد بأن الفريق السعودي سيكون تحت دائرة الحرج. مباراة منتخبنا الوطني منتخب العماني أمام المنتخب القطري، ربما هناك تكتيك مشابه بالنسبة لتكتيك الفريقين، ربما المنتخب القطري قدم مستوى رائع أمام في المباريات الماضية في الدور الأول، ولكن هي مباراة صعبة بالنسبة للفريقين. طبعا بلا شك كل مباراة من مبارتين في الدور النصف النهائي ستكون قويتين، ولكن بالنسبة إلى الفريق القطري رغم أنه لم يحرز سوى هدف واحد، ولكن منضبط من ناحية تكتيكية. أنا شاهدت في مباراته مع البحرين كان فيه انضباط تكتيكي، في انتشار جيد، توازع ممتاز في نقل الكرة، ولكنه سيواجه فريقا بلا شك خطيرا ويلعب بسرعة، ينطلق من الأطراف من العمق، لا أعرف كيف سيوقف الماكينة العمانية. شكرا لك الأستاذ علي الباشا من صحيفة أخبار الخليج، يعطيك العافية، كنت معنا في برنامج نبض الخليج وشرفتنا ونورتنا اليوم. شكرا لكم والتوفيق لكم في مهمتكم الإعلامية. يعطيك العافية، شكرا لك. إذن حسين كان الحوار مع الأستاذ علي الباشا الصحفي من جريدة أخبار الخليج. أكيد راح ملتقانا القادم راح يكون من بو الفندق، فندق ماريوت، على مسافة الطريق إلى أن نصل. ادعوا لنا بالسلامة إن شاء الله. حب في دم من الصغر دايم على مر العمر، خليجنا واحد وان وان بحريني قلبي في عمان، اخوان احنا من زمان لها وسط قلبي مكان، خليجنا واحد وانا شقوا لنا عن مملكة، انا كل شي في قلبي تملكة، وانا هذا السعودي عشقا، بغدادي قلبي من فتن، أنا أهلا هلا بأهل اليمن، أنا غلاك مبروحي سكن، خليجنا واحد وأنا أنا عيالي زايد عزوتي، هم أهلي وهم عزتي، ساكن غلاهم مهجتي، خليجنا واحد وأنا أنا مثل حلاها ما لقيت، الله يا محلى الكويت لك فيها بيت في كل بيت، زميل محمود تبوك في المركز الإعلامي. وأكيد يعني مثل ما شايفين في الصور أجواء جميلة في الرياض في المملكة العربية السعودية في هذه اليومين، ويعني أماكن فعلا في أماكن كثير جميلة في العاصمة السعودية الواحد ممكن يطلع يزورها، خاصة في أيام توقف هذه، يعني ممكن أن الواحد يأخذ جولة. بندر ماندر يعني وين الأماكن اللي تنصح فيها أكثر في الرياض؟ والله الرياض يعني تعرف
ما في يعني ذيك الاماكن اللي فيها يعني ممكن تجد فيها متنفسات، يمكن اماكن تاريخيه كثيره موجوده ايضا في الرياض. والله يعني خلينا حتى برضو لا نظلم اللجنه المنظمه للبطوله، يعني هم يحاولوا قدر الامكان انهم ياخذوا الوفود المشاركه سواء اليوم في رحله ايضا اليوم. في اليوم بالتاكيد في رحله، يعني يحاولوا يكونوا فيه جولات يعني تعريفيه بعض المعالم التاريخيه في مدينه الرياض. طبعا دائما في مثل هذه الاجواء يعني اهل الرياض دائما يحاولوا انهم يطلعوا للبر، يعني في مثل هذه الاجواء يمكن فيها يعني خاصه يوم اجازه يعني بالتاكيد يعني الثمامه تجد الان العالم الان جالسين يعني مثلا يتناولون بعض الشاي والقهوه هناك وايضا يستمتعون بمثل هذه الاجواء. جميل. فهذه هي تقريبا يعني اكثر الاماكن اللي يكون موجود فيها اهل الرياض. نعم، نحن نبغى نطلع الدكتور مدني بس من الجانب الفني شويه، انت من جده صح دكتور؟ انا من جده، بس احب اقول لك شيء ما قال عروس البحر الاحمر، احلى وقت تعيش فيه في الرياض هو هذا الوقت، هذا الفصل من هذا الفصل من احلى اجواء معتدله، يعني جو معتدل بر تخرج من وين تحب تروح في الرياض بعد كده لما يجيك الشتاء يا لطيف لما يجيك الصيف يا لطيف. ايوه صعبه الامور. ترى انا عشت في الرياض ولعبت كوره في الرياض ودرست في الرياض جامعه الملك سعود، لعبت في نادي الشباب، يعني الرياض لما قاعد الان الرياض مدينة أو عاصمة كبيرة أكثر، يعني كبرت يعني يمكن بعمر الدولة كبرت في توسع كبير في التوسع في الأماكن في الطرق في الكباري في الأنفاق على أعلى مستوى صحيح في كل الأمور، فأصبحت أجمل وأجمل من السابق بالضبط، يعني أجمل لو ما كنا ندرس عاصمة جميلة كان الخزان شارع الخزان احنا ساكنين وشارع الوزير ويعني الملز كان هو وفي الناصريه، الان كل دي دابت وفي اشياء كثيره طلعت من يعني ابراج على مستوى عالي طرق، يعني فعلا شيء مشرف للامانه. بس انا الزمن يعني خلينا نقول من ناحيه يعني الاجواء احلى جو احلى جو بالرياض هذه الفترة الشهر دول صحيح. يعني الجو دائما غير معتدل حلو جميل يعني حتى بالليل ما ذاك البرد الكثير ولا في برد ذاك، عشان كده أجمل وأجمل كثير بيطلعوا البرد زي ما قال سيد في هذا اليومين وهذه البرد لأنه حتى من أمس يطلعوا الناس خميس وده اليوم يرجعوا صحيح. ففعلا في حاجات جيدة جدا. هتقولي أنت من جدة، نحن عندنا الطلوع إلى البحر في عروس البحر الأحمر، عروس البحر جدا الطلوع، في ناس يطلعوا على البر بس نعم. ما هو أكيد مدينة جميلة أيضا ما هو كثير صحيح الطلوع أكثر للبحر لأنها مدينة بحرية، مدينة بحرية على البحر فالكبار تطلع البحر دكتور أكيد أنا أطلع البحر نعم، ولكن أكيد يعني الرياض وجدة والسعودية بشكل عام كلها جميلة بناسها، وهذا التعامل الجميل أيضا مع الإخوان المشاركين أيضا في دولة كأس الخليج كعادة المملكة هي في تنظيم مثل هذه البطولة في الفترة الحالية هي أكثر جمالا بوجود الأشقاء من دول مجلس التعاون أيضا إقامة مثل هذه البطولة اللي تتمنى حقيقة أنه يرتفع مستواها الفني حتى أيضا نشعر بقيمتها، يعني إحنا شايفين حرارة التصريحات الإعلامية سواء من المسؤولين من الإداريين إيقاف استبعاد في هذه البطولة، يعني الجانب الإعلامي طغى على الجانب الفني، نتمنى يعني انه البطوله زي ما ذكرت لك انه اليوم الاخير كانت حقيقه مباراتين ممتعه، نتمنى ان نشوف ايضا مباراتين مثلها ممتعه في دور النصف النهائي وايضا نعم. سواء المباراه النهائيه او الثالث والرابع ايضا تكون يعني مباريات حتى يعني نستذكرها مستقبلا، انه يعني بالفعل شاهدنا مباريات تليق باسم دور ان شاء الله. هو على ذكر الاماكن الجميله اللي ذكرناها يمكن في الرياض، واحنا بنرجع للحديث اكيد عن المباريات والمستوى الفني وما شابه، لكن نحن ما ادري ايضا يعني زرنا مدينه معروفه طبعا مدينه الدرعيه التاريخيه، درعيه العاصمه السابقه اعتقد الدوله في المملكه، وكانت ايضا مدينه جميله جدا، وايضا مساله التطوير كانت حاضره طبعا في ما انها مدينه تاريخيه. الدرعيه كانت بعيده عن الرياض ترى، كانت سابقا كانت بعيده، الان الرياض واحدة من احياء الرياض تعتبر الان يعني ايوه قريبه يعني اصبحت بالضبط. انت ساكن في الدرعيه وهذه صحيح. سابقا كانت مدينة كابتن صالح الداوود يعني هو من الدرعية، لكن سابقا كانت عاصمة مدينة كبيرة، كانت بعيدة عن الرياض، كانت بعيدة عن الرياض يعني حتى ما احنا كنا هنا كانت بعيدة عن الرياض، بس التطور هذا اللي حصل في مدينة الرياض كعاصمة وصلت إلى الدرعية، دخلت من يعني خلينا نقول لك جزء من الرياض أصبحت داخلة فيها صحيح، وهذا امتداد المدينة يعني هذا الشيء الجميل اللي حصل في صحيح. يمكن بندر يعني اللي يدخل ايضا هذه المدينه يحس بالتاريخ
والتطوير في نفس الوقت، لأن أيضا التطوير والتنظيم اللي صار في المدينة الدرعية أيضا شيء جميل جدا، حتى على مستوى المباني على مستوى التنظيم داخلها، فجميل. نحن بعد شوية أكيد بنشوف تقرير، بس أكيد تعرف الكثير من المعلومات. بالتأكيد يعني لا شك أنه الآن مدينة الرياض الآن مدينة تتطور بشكل كبير. نعم. المباني زي ما ذكر الدكتور، الطرق، المنشآت، دائما الشخص يحاول انه يسترجع الماضي. صحيح. يعني يتذكر بعض، وهذا اماكن جميله في دولنا يعني بالتاكيد. بالتاكيد يعني عندما مثلا تاتي وفود او تاتي يعني مناسبات معينه، يعني يحرص مثلا القائمون او المسؤولين انه يكون هناك زياره لقصر المصمك لاحد المعالم اللي يوجد في قرعه كاس الخليج. بالتاكيد ايضا يعني فيها اسواق قديمه، يعني عندما يعني تزورها تتذكر الكثير من الماضي، رغم انه يعني انا صغير ماني في سن الدكتور، بس يعني ذيك الفتره لحقناها. نعم. يعني برضو الان زي ما ذكرت لك المتنفسات خارج مدينه الرياض، دائما اهل الرياض يعشقون البر بشكل كبير، يمكن هو المتنفس الاول لديهم حقيقة. يعني حتى بعض رجال الاعمال او ايضا حتى من خلال امانه مدينه الرياض. نعم. تسعى الى ايجاد بعض الاماكن الترفيهيه في البر هناك، حتى بالضبط. تكون جميع وسائل الترفيه موجوده لدى سكان الرياض او حتى القادمين اليها. فنتمنى حتى انكم يعني ياخذوكم او احنا ناخذكم في زياره الى منطقه التمامه، هي منطقه بريه ولكن. نعم. حقيقه جميله وتستمتع بالاجواء في مثل هذا التوقيت، حتى لو كان هي ان شاء الله ان الله اكرمنا بزخات من المطر، يعني تشوف الاجواء وكانك يعني تعيش في احد المدن الاوروبيه. صحيح عموما يعني كما ذكرت هي اماكن كثير جميله، ولكن احنا نحاول دائما نسترق بعض الوقت لزياره هذه الاماكن الجميله. زميلنا محمود تبوك مع عدسه نبض الخليج تجول في مدينة الدرعية التاريخية وجمع لنا هذه اللقطات وهذا التقرير، نتابع. الدرعية العاصمة الأولى للدولة السعودية ومراية المملكة التي تعكس قوتها وجموخها، حيث بدأت كعاصمة للدولة في عام 1744. الدرعية مدينة الصمود التي انطلقت منها السعودية، حيث تتميز بعدة مقومات سياحية كحي الطريف، ويعد أحد مواقع التراث، حيث يضم عدد من الأبنية الرائعة التي تشهد على قدرة المهندس المحلي. الدرعية تقع على وادي حنيفة المشهور اللي يمتد حوالي 300 كيلو. درعية مدينة قديمة تاريخية، عاصمة الدولة السعودية الأولى. كان فيها الشيخ محمد بن عبد الوهاب والأمير محمد بن سعود مؤسس الدولة السعودية. مساكنهم توجد على بعد كيلو متر من هنا. آثار قديمة وتاريخية، يوجد بها مزارع، يوجد بها قصور، يوجد بها سكان كثير، وتاريخها قديم جداً. وهنا وادي حنيفة منتزه كبير يحوي العديد من الأماكن المناسبة التي تسعد الزائر ليقف شاهدا على تاريخ بناه الإنسان التقليدي قبل 3 قرون.
إذن متواصل معكم مشاهدينا الكرام، واسترجعنا قبل الفاصل بعض الذكريات الجميلة من مدينة الدرعية. والدكتور عندك كثير من المعلومات الخاصة بالمدينة ومن الناس أكيد لي. لا يعني أنا طيب. يعني أقول لك بالنسبة للمملكة العربية السعودية، طبعا أصبحت التقسيم الإداري والهادي مناطق، أقول لك المنطقة الغربية، المنطقة الوسطى، المنطقة الشرقية، هذه كلها. وأيضا أنا أعتقد لمعلوماتي، شوف الرياض أنا في رأيي أخذت التطور ده عندما صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز كان أمير منطقة الرياض. في هذه الفترة الرياض كل هذا اللي بتشوفه حصل، يعني تقدم وتطور عمراني وكل الأمور في هذه الفترة واستمرت. والآن كل ما يتيجي أمير لأي منطقة بيزيد وبيعمل لأي منطقة. شفنا المنطقة تطوير. الشرقية كيفية، شفنا في المنطقة الغربية كما هذا حدث، شفنا كل المناطق المملكة يعني عسير لما كان الأمير خالد الفيصل، الآن الأمير التركي بن عبد الله بن عبد العزيز الرياض، كل واحد يجي بيطور ويبدأ يعني يقول مشوار التطوير مستمر بالضبط. فهذه هي اللي يعني وضع للمملكة، كل المناطق أصبحت الحمد لله الآن مرتبطة. يعني احنا كنا ما عندنا غير السيارات، الآن تطير لكل مدن المملكة بالطيران. طبعا الآن أيضا المشروع القائم في المملكة اللي هو القطار، صحيح، لأنه كل ما تتعدد المواصلات أكيد كل ما يكون حسب بعد تخف الزحمة إن شاء الله تطور البلد. وهذه يعني أنت ما حتخلي كل الطائرات والسيارات معناها البنزين عندك كله، خلي القطارات كمان تستخدم. فحتى كده الدولة في تطور، أنا في رأيي ليس مجاملة الحمد لله، لكن الحقيقة في تطور، في تطور رهيب إن شاء الله دائما يعني. وإن شاء الله ربنا يعني يسعد هذه البلد إن شاء الله بحكامها، وأيضا ربنا يرزقها بالبطانة الصالحة التي إن شاء الله تساعد على هذا البناء. آمين إن شاء الله دائما يعني بلد جميل ورائع. ويعني طالما احنا تكلمنا عن تاريخ، أيضا في بطولات كأس الخليج في تاريخ، يعني في شخصيات مثلت جزء من التاريخ. الشيخ عيسى بن راشد آل خليفة هو أحد الشخصيات التي كانت ضمن فترة التأسيس لبطولات كأس الخليج، أجرينا معه هذا الحوار نتابع. بطولة الخليج دائما مستمرة، وهذا هي بها الصورة. والإخوان في المملكة العربية السعودية رتبوا كل الأمور، السكن ممتاز، التغذية ممتازة، المواصلات ممتازة، فنجحوا نجاح كبير في تنظيم البطولة. وباقي النتائج على الفرق إن شاء الله بنشوفها في اليومين القادمين. والله يا أخي في خليج 22 منتخب البحرين لم يقدم المستوى المطلوب. أولا عدم انسجام اللاعبين مع بعضهم بعض، ثانيا إمكانيات اللاعبين إمكانيات محدودة، ثالثا المدرب لم يكن على المستوى المطلوب، يعني أو لم يثبت الفريق أبدا، كل شوية يغير ويبدل ويغير. اللي وصلنا بعد دورة الخليج وهو يغير ويبدل، لم يقتنع بفريق متكامل. وبعدين الخطة اللي يلعب بها خطة دفاعية، الكرات العرضية اللي ما فيها فايدة، والهجوم لا تصل الكرة أبدا. فظهر مستوى فريق البحرين بهذا المستوى المتدني اللي احنا غير راضين عنه. والله يا اخوي غرقنا مثل ما يقول، والواحد اللي غرق يتمسك باي قشه ممكن ان نطلعه. فاحنا الاتحاد راى ان في اخر لحظه بقت مباراه ويا قطر وعندنا امل اذا غلبناها ان نوصل دور الرباعي. فبوجود المدرب وعدم انسجام اللاعبين مع بعضهم بعض ويا المدرب، رأى الاتحاد انه ينهي عقده ويسلم قيادة الفريق الى المساعد مرجان عيد. فلعب مباراة جيدة ما نختلف، لكن اللاعبين اللي تعودوا طول مدة المعسكر وطول على الخطط الدفاعية
ما يمكن يتحولون في يومين إلى هجوم وإلى فريق قوي متماسك. لا يعني لو كان عندنا وقت أطول إن كان غيرنا من صورة الفريق. بدون شك أن أمس كانت مفاجأة كبيرة، والمفاجأة ليست في فوز عمان على الكويت، الفوز والخسارة واردة، لكن غزارة الأهداف 5 كثير على الكويت، والكويت اللي حصلت على 4 نقاط وكان يكفيه التعادل للوصول إلى المربع الذهبي، لكن فوجئت مفاجأة كبيرة بمستوى الفريق العماني وبالهدافين اللي عرفوا طريق المرمى بصورة كبيرة وسجلوا 5 أهداف، يعني كل هدف أحسن من الثاني، غير مشكوك فيهم وغير يعني الحظ خدم فيهم أو شيء، لا كلهم قدرة اللاعبين وتماسك اللاعبين ومعرفتهم للهدف اللي يبونه ومعرفتهم لمرمى الكويت، والمدرب كان جيد لأن عرف طريقة لعب الكويت فسيطر على الملعب سيطرة كبيرة جدا، وظهر المستوى الفريق العماني مستوى رفيع جدا، وأنا أرشح الفريق العماني للمباراة النهائية إن شاء الله. والله يا أخوي لحد الآن المرشح هو الفريق السعودي لأنه يلعب على أرضه وبين جماهيره ومستواه في ارتفاع وجيد، لكن هذه ما يمنع من المفاجآت اللي غير متوقعة يعني في 3 فرق باستثناء الإخوان وقطر، ويسامحوني إذا قلت هالكلام، يعني عمان والإمارات والسعودية بيتنافسون على اللقب 100%. والله شوف ما أعرف السبب، لكن أعتقد أن الحضور الجماهيري مقبول ومعقول في الحضور الجماهيري في هذه الدورة بما فيهم السعوديين مقبولة ومعقولة. الناس الحين تعودت على التلفزيون من طول السنة وهم يطالعون التلفزيون، فتعودوا يرون الهدف 4-5 مرات، في حين أنه إذا حضر المباراة لو يلتفت أو يسهى شوي بيفوت الجول ما يشوفه، فيفضل القعدة في البيت ويفضل يشرب شاي ويطالع المباراة بهدوء ويطالع الأهداف أكثر، يطالع الهجمات أفضل، فالناس صاروا كسلانين مو مثل الأول، ما عندهم الحماس، ومثل ما قلت أغلب الجماهير جماهير أندية تحب أنديتهم، ويمكن تيجي حق المنتخب لمتابعة لاعبي الأندية لاعبي أنديتهم، لكن في أغلب دول الخليج المنتخب ما عنده جمهور كثير في أغلب الدول. حوار إذن جراح الزميل محمود تبوك مع الشيخ عيسى بن راشد الخليفة، والحديث تطرق إلى العديد من النقاط أبرزها بالتأكيد التركيز على منتخب البحرين والمشاركة التي لم تكن موفقة بالنسبة للأحمر البحريني في هذه البطولة، والحديث عن إقالة المدرب عدنان حمد والتوجه لمدرب وطني يقود الفريق في الفترة القادمة استعدادا للنهائيات الآسيوية، بالإضافة إلى العديد من النقاط الخاصة بخليجي 22، وأبرزها طبعا النقطة التي أثارت جدلا كبيرا خاصة في بداية البطولة حول الغياب الجماهيري السعودي تحديدا عن المدرجات، رغم ما كان يتوقعه الجميع بأن يكون الجمهور الأخضر حاضرا بكل قوة في مباريات البطولة. بندر، يعني إقالة، خلنا نبدأ من إقالة عدنان حمد التي كان أولى ضحايا خليجي 22. الصحافة بشكل عام
أو وسائل الإعلام أجمعت على أن هذا القرار لم يكن موفقا في ذلك الوقت بشكل كبير. يعني شفنا هذا الإجماع من الجميع، خاصة وأن عدنان حمد بلا شك من المدربين الذين يمتلكون يعني اسما ليس بالقليل في عالم التدريب، لكن المشكلة أيضا كانت في المنتخب، في فريقه، في الأدوات الموجودة. يمكن هي خلينا نقول مشكلة مشتركة. طبعا الكابتن عدنان حمد هو تاريخ جيد حقيقة في عالم التدريب، يعني ورجل قادر أو مدرب قادر أنه إذا مسك فريق أو منتخب يستطيع أنه إذا تأقلمت وتفاعلت معه العناصر أنه يعني يوظفها بشكل جيد يقدم مستوى مميز. المنتخب البحريني بشكل عام قبل البطولة كان يعني يتطلع ويمني النفس أنه يصعد للدور النصف نهائي، خاصة أنه المنتخبات الموجودة معه يعني إذا نحط في الحسبان أن المنتخب السعودي ممكن يصعد بسبب الأرض والجماهير وأيضا الإمكانيات الجيدة للمنتخب السعودي، ممكن أنه يتغلب على المنتخب القطري أو يظفر ببطاقة التأهل على حساب القطري وأيضا حساب المنتخب العماني. بدأت البطولة يعني بمستوى متواضع للمنتخب البحريني أمام المنتخب اليمني. المنتخب اليمني كان طغى الحماس، طغى أيضا الحضور الجماهيري، التحفيز الجماهيري للاعبي المنتخب اليمني، استطاع أنه المنتخب اليمني يظفر بنقطة من المنتخب البحريني. المنتخب البحريني ذهب إلى 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 مباراة المنتخب السعودي ويتطلع إلى عدم الخسارة حتى يعني ينهي المشوار في المباراة الثالثة، ولكن تفاجأنا بالمستوى المتدني للاعبي المنتخب البحريني. يعني لم نشاهد اللاعبين يذهبون إلى الهجوم، كانوا في مناطقهم الخلفية، بل أنه زاد عن هذا الأمر أنهم يعني قدموا خدمات للمنتخب السعودي، يسجلوا في مرماهم الهدف الثاني والثالث. فبالتأكيد يمكن حتى الشيخ عيسى تحدث أنه من الصعب أنه مرجان ينقل الفريق في يومين في المباراة الثالثة، ولكن ربما الاتحاد البحريني يحاول أنه يعني يسوي محاولة إنعاش للمنتخب البحريني. عندما يشاهد اللاعبين بهذا الشكل بهذا الأداء المتواضع، بالتأكيد أنه قبل إصدار القرار جلس مع بعض كبار لاعبي المنتخب البحريني، ربما ناقشوهم في أمر المدرب، لأنه حتى قرار إقالة المدرب هو الحصة التي تلت مباراة المنتخب السعودي كان عدنان حمد على موجود. رأس الجهاز والخبر نشر قبل حتى خروجه من الحصة التدريبية بالمناسبة. بالضبط، هو نشر بشكل غير رسمي ومن ثم أصبح خبر رسمي فعلا. ربما أن هذا الأمر الاتحاد البحريني حاول أنه يعني يكسب مزيد من الوقت حتى يتشاور في هذا الأمر، خاصة أنه المباراة القادمة ممكن أنها تمسح الصورة السابقة، هدف في شباك قطر تجعل المنتخب القطري البحريني يتأهل لدور النصف النهائي. حقيقة للأمانة يعني احنا شاهدنا مباراة البحرين وقطر، زي ما قلت لك في المجمل المباراة يعني بشكل عام لم ترتقي للمستوى اللي احنا نتطلع له، ولكن المنتخب البحريني حاول في المباراة الأخيرة أمام المنتخب القطري، حصلت لهجوم المنتخب البحريني أكثر من فرصة لم تستثمر بشكل جيد. خسر المنتخب البحريني بطاقة التأهل من خلال تعادله مع المنتخب القطري. طبعا احنا الأمانة يعني نشاهد البحرين في 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 كل مسابقة ماضية تأتي ترغب في أنها تتنافس، تطلع أنها يعني تحصد لقب هذا البطولة اللي استعصى عليها بشكل كبير. شاهدنا يمكن في البطولة السابقة التي نظمت في البحرين وصل إلى الدور النصف النهائي وكان قريب من الوصول للنهائي، ولكن ربما زي ما ذكر الشيخ عيسى أنه المنتخب البحريني ربما هو منتخب منحوس أو خلافة. نتمنى أن نشاهد حقيقة المنتخب البحريني، خاصة أنه الكثير من عناصر المنتخب البحريني تجد فرصة للاحتراف في دول الخليج، سواء في السعودية أو أيضا في سابقا في الكويت أو في قطر. فبالتأكيد أنه اللاعب عندما يكون لاعب محترف بالتأكيد أنه الاحتراف وصقل موهبته في أندية خارج بلاده تستثمر المنتخب البحرين ويستفيد منها المنتخب. الأهم أنه يكون هناك قراءة جيدة للاتحاد البحريني من خلال الاتفاق على مدرب، الجلوس مع المدرب، مناقشة البرنامج الزمني لتحضير المنتخب، الأهداف التي وضعت. ليس من معقول أنه تأتي بمدرب وتراهن عليه ومن ثم من تعادل وخسارة كان السبب فيها بشكل كبير اللاعبين يتم إقالة المدرب. أنا زي ما ذكرت لك يمكن الاتحاد البحريني حاول إنعاش الوضع من خلال
تغيير بأي شكل؟ تغيير ربما يعني يرى أنه ربما يكون تغيير إيجابي، ولكن إذا رجعنا لمباراة السعودية صحيح يمكن البحرين لم يهدد كثير المنتخب السعودي، ولكن ليس عدنان حمد الذي طلب من اللاعبين أن يكون هناك ارتباك كبير. حتى في الهدف الأول لو تشاهد الهدف الأول للاعب ناصر الشمراني ساهم فيه لاعبي البحرين بشكل كبير وجهز الكرة لناصر صحيح كان ارتباك واضح جدا في المنطقة. بالتأكيد يعني بالتأكيد أنا أتمنى حقيقة المنتخب البحرين أنه يعود أفضل إن شاء الله في دورة الخليج القادمة وأنه يكون أداؤه يعني متميز إن شاء الله. دكتور أنت أكيد حاب تعقب على هذه النقطة وإن بشكل سريع يعني. يعني ما قال أستاذ بندر جيد جدا كله، بس أنا أضيف إنه مشكلة الخليج وأنا قلت قبل كده بعض العالم العربي الناحية الإدارية يعني تكون أعلى من مستوى النقاش الفني، تطغى على الجانب الفني، تطغى على هذا عشان بيقول لك إنه والله نحن بعد المباراة السعودية تناقشنا مع اللعيبة، طب واللعيبة سبب المصيبة، وأيضا اللعيبة حيقول لك والله المدرب عشان يبقى شيل عن كاهله انك انت كنت سيء، يعني لعيبه دوليين بيغلطوا اغلاط بدائيه، فما ذنب المدرب. ثاني شيء انا بقول هل القرار كان متسرع؟ غلط. بعدين شيء خاطئ. وشوف يعني لما اقول لك احنا شلنا المدرب وجبنا مساعد المدرب، طب مو مساعد المدرب وكان مع المدرب، وهذا الوطني مساعد المدرب، وشوف في اخطاء في المنتخب البحريني، ليه ما يروح للاتحاد الكوره يقول لهم يا جماعه ترى كيت وكيت موجود عندكم، المدرب ما بيدرب صح، المدرب ما في تكتيك ما في عدل وابعد. لكن لا انت لو كسبت انا كويس، وهذا اكبر خطا مدرب. وبعدين تقول طيب هذا المساعد ليه ما ساعد ولا قال يا جماعه ترى المنتخب مو جيد. بعدين احب اقول لك خليجي 21 في البحرين كان عندهم كالدرون مدرب، وكان المنتخب البحريني من احلى ما يمكن ووصل للسيمي فاينل صح؟ صحيح. وخرجت. طيب انت خرجت بس انت كنت مشرف للبطوله وملاعب، وانت من يوم من 70 وانت بالبطوله ما جبتها، مستوى في تصاعد وتصاعد. طيب ليه ما بقيت على هذا المدرب؟ ليه ما بقيت على المدرب؟ انت يعني بس تبغى تجيب لا مؤاخذه خلينا نقول لما عندك مريض اول ما يجي دكتور تقوم تشيل العدو لين يموت المريض؟ اعمل معاه لين تشوف ايش تطوراته. انت كرة البحرينية منذ بدأت في البحرين انت ما اخذت البطولة صحيح. يعني جود منتخبات بعدك دخلت وتطورت واخذت، عندك مشكلة اذا. طيب ليس تدريبية، خلينا نقول شغل اداري او انسجام لعيبة. انت لو استمريت انا ما اقول بس لا مع كالدرون ومع رفع ويبحث لك كان يقدر يوصلك بالضبط احسن لك انت كل مره تشيل مدرب. طيب دكتور بسالك عن نقطه مهمه جدا، ما ادري اذا بندر يتفق معي او لا، اذا كان موضوع اقاله المدربين صارت يعني موضه سموها في موضة. في بطولات الخليج انه بطوله مقصله المدربين يعني انت لو خسرت حتى في كاس اسيا ما تشيل المدرب، بينما لو خسرت في بطوله الخليج تشيل المدرب صحيح؟ وهذا خطا ما قلت لك سببها نواحي اداريه عشان الجمهور، وزي ما تقول الخليجيه بطولتنا يعني ايه؟ كلنا انت لما تخسر من كوريا الجنوبيه بعيده عنك ما مشكله ما عندك مشكله، عشان كده يعني نسكت الشارع الرياضي والاعلام قالوا شوف شنو وهذا اكبر خطا صحيح. لاحظوا في اوروبا بعض بنقول الانديه بيخسروا دوري واثنين لكن عارفين المدرب ايش يسوي لانه ناقشوا نقاش فني. طيب بس نقطه اخيره وبطرحها على بندر، الاعلام السعودي ينتقد المدرب كارلو لوبيز من منذ ما قبل البطوله وحتى بعد وصوله الى المربع الذهبي، حتى اليوم وبكره بينتقد كارلو لوبيز، هل الاعلام السعودي محق فعلا فيما يطرحه حول المدرب كارلو لوبيز؟ لو بندر موجود يعني يطرح عليه السؤال. لوبيز قبل ان يولد مدربا عندنا احنا كنا بنقول ما يصلح. ثاني شيء طيب ما هو وصلكم للنصف النهائي؟ هو ما وصلنا، خليني بقول لك مع احترامي بعض الاخوان حتى بعض الإعلام السعودي وحتى الاتحاد يقول لك يا أخي وصلكم لنهايات آسيا صح؟ طب أنا أقول لهم كلهم عمر السعودية غابت عن آسيا، إذن ما هو شيء جديد، ما هو شيء جديد، السعودية منذ 84 هي تدخل آسيا صحيح. طيب وأخذت آسيا، إذن لما تقول لي أنت وصلت لآسيا ما هو يعني لو انت قلت والله جاب لك كاس اسيا صحيح اقول لك والله انا لي كم سنه ما اخذته، لكن انت وصل لنهايه. طب انت من يوم ما دويت وانت في اسيا طيب لو جاب البطوله بطوله كاس الخليج بيرضى عليه الاعلام؟ حتى لو رضى عليه مقلل، انت الخليج ما هو مقياس لاسيا، الخليج تاخذه تحضير لياقي وفني لانه بعض دول الخليج حتكون معك في اسيا صح؟ بالضبط. لكن
على مستوى آسيا لازم المنتخب السعودي يمكن دحين ما في استقرار فني. لما نيجي نقارن الإمارات مهدي علي منذ هذه تدرجوا مع الفريق أيضا متدرج مع الفريق ومستمر مع أني لي يعني ست سنوات على ست سنوات ما في دماء جديدة. المفروض لازم في دماء جديدة. ليه الدماء الجديدة؟ يعني لما علي مبخوت مثلا وأحمد خليل عرف أنه في رأس حربة جاي من الأولمبي وهداف وهو معاهم يصير فيه خوف دائما تحرك تنافس داخل تنافس الكبير ده في السن الآن يحس أنه جاي وخطر اسمه واحد شاب مركز مهدد يعني وهداف يقوم يعطي العطل عشان هادي بس عليه. لكن بيمشي الفريق بالضبط. يعني أقل شيء أنا بقول لك أنا مع لوبيز لو أنا خرجت كجمهور سعودي ولا ناقدين أنه شفت المنتخب السعودي يقنعني فنيا صحيح. وأنا بقول لك قبل من سنة واحد المنتخب السعودي لا يومك ده ما عنده أي تكتيك دفاعي في البطولة لحد الآن إلى بكرة. وأنا بقول لك هناك خرم بقولها للسيد لوبيز خرم يسموه وزي نفق في الدفاع السعودي فراغ. فإذا أنت إلى الآن متى راضي تشوف المباراة ها وتشوف أنه إيش المشكلة اللي عنده دفاعية ما نعرف كيف أسويها طيب بس طيب بندر يعني قال أيضا أنه الإعلام السعودي كان سبب فيما حدث من المفاجأة الكبيرة اللي غطت على افتتاح البطولة ومباريات المنتخب السعودي المنتظر فيها حضور جماهير كبير بأن أيضا كان الإعلام أحد الأسباب في يعني عزوف الجماهير عن الحضور لأن الإعلام كان منتقد بشكل كبير للمنتخب. أشوف يعني طبعا الإعلام يمكن أعتقد وسائل الإعلام كانت تنادي بالحضور الجماهيري ربما بعض الإعلاميين الكبار الذين يمتلكون حسابات على موقع التواصل الشخصي كان لهم يعني بعض العتب على المدرب ولكن من قبل البطولة الجمهور السعودي بشكل عام ليس راضي عن أداء لوبيز مع المنتخب السعودي كان يتمنى استبعاد لوبيز. الغياب الجماهيري خلنا نعزوه إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول زي ما قلت لك أنه ليس هناك رضا عن الجهاز الفني إذا أنا كمشجع أنا آتي أبغى أشجع منتخب بلادي حتى أشاهد إثارة ومتعة وندية. الجمهور السعودي في مدينة الرياض يمكن نعلم تماما أنه جمهور النصر والهلال جمهور النصر والهلال هو جمهور مدينة الرياض. الجمهور النصراوي طبعا غاضب بشكل كبير على المدرب لوبيز لعدم اهتمامه باختيار لاعبي النصر رغم جدارتهم يعني ليس يعني الجمهور النصراوي يطلب من لوبيز اختيار لاعبي النصر لمجرد اختيارهم لا هو يتحدث انه هناك لاعبين يستطيعون انه يضمون المنتخب السعودي ويشاركون في القائمه الاساسيه لانه نتحدث عن فريق النصر الذي الان يتصدر مسابقه الدوري وبطل المسابقه الماضيه ولديه من 3 إلى 4 عناصر إلى 5 عناصر تستطيع انها تدخل على القائمه الاساسيه ومع ذلك مهمشين من مدرب المنتخب السعودي. الامر الثالث انه فريق الهلال للتو خارج من البطوله الاسيويه خاسر مباراته النهائيه امام سيدني هناك صدمه كبيره للجماهير الهلاليه نعلم تماما انه يعني الاداره الهلاليه اللاعبين الهلاليين الاعلام الهلالي الجمهور الهلالي يعيش حتى الان يعيش صدمه الخروج من نهائي اسيا الذي كان قاب قوسين او ادنى انه الهلال يحصد تلك البطوله فلذلك ايضا الجمهور الهلالي يعني ما زال ممتنع عن الحضور صحيح. عندما تجتمع هذه العوامل بالتأكيد سيكون الحضور الجماهيري ضعيف ليس بتلك الصورة المطلوبة حتى والاتحاد السعودي يحاول ينقذ ما يمكن إنقاذه من خلال فتح المدرجات للجماهير مجانا نعم. ومع ذلك لا نشاهد الجماهير السعودية وسبب عدم حضورها أو بسبب عدم حضورها تميزت الجماهير اليمنية التي كانت يعني العلامة الفارقة للجماهير في البطولة الخليجية نعم. شاهدنا جماهير عمان تحضر جماهير الكويت جماهير الإمارات ولكن الجمهور اليمني حقيقة يعني كان يعني هو الجمهور الأميز في هذه البطولة من خلال الحضور والتفاعل والمساندة للمنتخب اليمني لدرجة أن الكثيرين كانوا يتمنون أن المنتخب اليمني يبقى في البطولة صحيح. حتى تبقى جماهير الزخم الجماهير الكبير صحيح. دكتور بس عندك في تعليق مقال أستاذ مندر جيد جدا أنا ما بقول بس لما يجي أقارن أنا نادي النصر ما يجي عشان ما أخذوا منه طب ما عندك لاعب أساسي في المنتخب السعودي عمر هوساوي لاعب أساسي هم يشوفوا يمكن أن هي تراكمات معليش هو متراكمة أنا ما أقول لك نعم في النهاية هو هوساوي لاعب أساسي يعني أنت نادي النصر لاعبك أساسي بيلعب في المنتخب السعودي يحيى الشهيري لاعب احتياطي المدرب مختاره وعنده احتياطي نعم السهلاوي أنا أقول أنت تقول
اختلاف حتى في مباراه الاوروغواي دكتور يعني يضم الكابتن حسين عبد الغني ويؤدي حسين عبد الغني مباراه جيده ومن ثم يتم استبعاد هذه خطأ لاعب بتاريخ وقيمه الكابتن حسين عبد الغني تستدعيه لمباراه وديه ومن ثم تستبعد حتى مباراه الاوروغواي لم يشارك سوى 10 دقائق في مباراه ثم شارك المباراه اللي تليها اللي هي مباراه لبنان يعني زي مثل هذا الامر يعني الجماهير يتبادر الى ذهنهم كان المدرب يعني يعبث بتاريخ الكابتن حسين عبد الغني عندما هذه عليها ما حد يقول لك هذا عليه علامة كلنا قلنا غلط يعني حتى تكريمه كان يستمر حسين عبد الغني اداريا روح لعيبه قيادي كلنا لكن ايضا لما نجي اقول لك انت نادي النصر المتعادل لاعبك اساسي عمر هوساوي اساسي في الدفاع واحد من افضل المدافعين كسنتر هاف خلينا نقول مع انه بيلعب بجهه يوسف ويلعب ايمن خلينا نوريك عدم ضمن الاخبار ثاني شيء يحيى الشهري احتياطي اساسي المدرب ما استخدم هذه ما هي مشكلتي انا اني ما اجي ثاني شيء نادي الهلال ما هي صدمه الخروج من البطوله هذه نعم يعني خلينا نقول احنا كل الانديه كل المنتخبات بتوصل وتخرج هذه الهزيمة أو الخسارة واردة على أي فريق ما معناتها النهاية يعني. بس على النهاية بتوصل. ولكن دكتور أيضا تبقى خيارات مدرب لكن خيارات يعني. المدرب بس خلينا نكون واضحين أحسن الصراع اللي حصل عند وصول نادي الهلال على نهاية آسيا ما بين الإعلام السعودي هو هذا سببها طيب صار صراع غير غير منطقي الآن لو أنا مثلا في عمان مثلا أشجع أو أميل إلى نادي معين المدرب ما اختار مثلا لاعبين انا اشوفهم نجوم في النادي هل ما احضر لمنتخب عمان منتخب عمان يمثل البلد هذا غلط انا بقول بس ترى الامر هذا يعني لا ينطبق على هذه البطوله نتحدث تقريبا من 3 سنوات او سنتين منذ بدايه المدرب لوبيز مع المنتخب السعودي وربما ايضا ريكارد الذي سبق المدرب صحيح. لوبيز كان فيه تجاهل كبير لدرجة أن الجماهير النصراوية طبعاً الآن يعني تراكمات الآن إحنا نعيش الإعلام المفتوح المشجع يستطيع أن يوصل صوته من خلال تغريدة صحيح. تعرف انطباعات تعرف ردود فعلهم تعرف إذا كانوا الوضع يعني يسعد مثلاً الجماهير أو أنهم مثلاً غير راضين عن هذا الوضع من خلال المواقع التواصل الاجتماعي من خلال صحيح. الصحف الإلكترونية في الماضي كانت الصحف الورقية تحجب الكثير من الأمر تضع الأمور مثلا في موضع التي هي ترى او صحيح. الذي يروق للمسؤولين لكن الان اعتقد انه مشجع واحد او مشجع بسيط يمتلك مثلا 50,000 او يتابعه 50,000 شخص صحيح. يستطيع ان يوصل صوته يستطيع ان توصل اصوات الجماهير من خلال اعاده التغريدات فالوضع يعني الان لما تحدث انا لا اتحدث من مثلا يعني التوقعات لا من خلال امر نشاهده كاعلام سعودي ما او او ما او نلمسه ايضا من الجماهير السعوديه هذه مشكله كبيره السعودية إذا استمرت بهذا الوضع معناه أنك أنت في انحدار حيكون أعلى وأعلى وأكثر من كذا بكرة ما حتلاقي أحد رغم أنه أنت فتحت الملاعب مجانا وبرضه ما في تجاوب طيب. ولولا المنتخب اليمني وجمهور المنتخب اليمني ما تملت الملاعب خلينا نقول واحد هذا من أكبر خطأ على الأندية وعلى جماهيرها أنت تشجع منتخب في طبعا زي أنا أجي أقول لك والله الاتحادية يقولوا ما نروح ولا نشجع إذا أنت لعبت في هذا المولد في أول مباراة وجاب لك هدف ودحين ما يلعب هذا غلط أنا ضد ده الكلام لو كان على مين يا سيدي لا تأخذ ولا لاعب من الاتحاد طالما المنتخب السعودي يلعب ماشي صح. أنا مع المنتخب السعودي صحيح. ما أقول لك إذا أنت كل واحد يمثل ناديه هذا ما هو منتخب مشكلة. ولا هي دولة للأمانة إن أنا الشعب كله يرجع ورا نادي ويسيب المنتخب هذه ما هي بصالح مهما يقولها مع صحيح. الإعلام وقلت لك قبل كده الإعلام يطيح دول وليس منتخب كده بقول علني إذا ما طيب. إحنا نحاول انه نبني المجتمع السعودي الرياضي الجماهير لحضور المنتخب سواء اخذ من لعيبتك او ما اخذ منها انت تشجع المنتخب السعودي ما تشجع نادي الان لا يا اخي زمان طيب كان المنتخب السعودي موجود ها في احيان ما كان في انديه فيها لعيبه وملعب مليان دكتور ليه يعني ذكر الشيخ عيسى في كلامه بان اليوم ايضا من ضمن الاشياء العوامل يعني ان اليوم الواحد يحب يكون جالس في البيت ويشرب شاي الشيخ عيسى يبغى يعني يشجع الجماهير يجلسوا بيوتهم يجلسوا بيوتهم عشان يكونوا مرتاحين ويشوف الاعاده وعلى يلغي لك النقل بعد على فكره يعني لو احيانا الدكتور يقول للجماهير اول يعني برضو اول يعني فيه نجوم شباك يعني لما تتحدث عن الكابتن ماجد عبد الله عن طيب. صالح النعيمه عن احمد جميل عن فهد الريفي عن محيسن فهد المصيبي يعني حتى تحضر تستمتع لو حتى يخالفونك في الميول او في النادي الاخر مع ذلك تاتي تستمتع لكن عندما الان ياتي مدرب مثلا زي لوبيز ياخذ ياسر الشهراني ظهير ايسر ويرميه في المنتخب وسط يمين
وينفرد اللاعب في أكثر مباراة وأمام المرمى خالي ويضع الكرة في خارج الملعب، أعتقد الجماهير بالتأكيد دكتور هذا احنا ما راح تكون راضي عن الأداء. لا لا أنا أبغى أتي عشان أستمتع بمنتخب بلادي، حتى شجع منتخب بلادي، لكن مدام الأداء بهذا الشكل هو احتجاج مؤدب ضد قرار الاتحاد السعودي بإبقاء المدرب. أعتقد لو أتى مدرب متمكن متمرس قادر على إعادة وصياغة المنتخب السعودي ستحضر الجماهير بغض النظر على الأندية. عندما تبقي ناصر الشمراني مهاجم، أعتقد نايف حزازي، محمد السهلاوي زي ما ذكر الدكتور، لاعبين لديهم القدرة على أنهم يتواجدون في القائمة الأساسية. ناصر مبتعد عن مستواه، مع ذلك يبقى في القائمة الأساسية بالتأكيد. لا 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 لا. هذا موضوع يثير جدل. احنا في نقطة واحدة، أنا ما بندر ما قالكم، لكن أنا كجمهور أجي ولما أشوف أزعق على المدرب ذاته كده، معروفة زي ما يقولون الأخوة السوداني، على المدرب ذاته نقول له أنت ما تصلح. طيب لكن ما نغيب عشان الناس اللي برا يعرفوا ان احنا مرتبطين بمنتخبنا بالضبط. يعني ماجد، نعم، ريفي، صالح النعيم، احمد، دول كلهم نجوم ما تولدوا بالضبط، اخذوا مصر. انا خلي دول النجوم يحسوا ان جمهورهم وراهم ويوصل ويحسوا بالمسؤوليه بالضبط. وانا المدرب لما الفريق اشوفه راح اتكلم على المدرب. طيب الجمهور لما يصرخ على المدرب يعرف المدرب انه في خطا. صحيح انا صحيح. هذا معاك، لكن احنا بنعطي صوره سيئة عن المجتمع الرياضي السعودي انه في ارضه وفي العاصمة السعودية وما في جمهور يحضر لي. صحيح هذا شيء يزعل، هذا اللي يزعل الجمهور السعودي، ونحن نتمنى ان شاء الله انه يكون حاضر، لان حضوره ما في شك حضور الجمهور يحلل البطولة بشكل عام، يعطي قيمة انه هذا مجتمع رياضي يعني كل الناس يقول لك انا اتمنى العب مطرح في الرياض. صحيح. اتمنى لانه في جماهير تحضر. صحيح صحيح. يعني قيمه للجمهور ان شاء الله الجمهور السعودي ان شاء الله باذن الله. لكن الاعلام ليس سبب. انت طرحت السؤال قبل شوي بخصوص الاعلام، اعتقد ان الاعلام ليس سبب. الجماهير من قناعه نفسها هي لم تحضر، يمكن ذكرت لك الاسباب اللي لا بنحسم. انا قلت لك عشان لا نادي، قلت لك على نادي الهلال، قلت نادي الهلال صدمه. صحيح. ما ادري، لكن قبل المباراه وانت عارفهم كان صراع لا اعلامي اللي يقول لك انا ما ليش اشجع وانا ما دخل. يا اخي لا، انت اعلامي اسكت عسى ما حد قال لك لا تشجع الهلال. دكتور انت اتحادي ولا اهلاوي؟ انا اتحادي من زمان، ولدت في طفولتي اتحادي، وبدنا نبين عليك نصراوي ترى. صحيح صح؟ صحيح. شوف يعني انا استشفيت من كلامه انه هو نصراوي. لا ما مشكله، هذا مشكله ترى على كل اعلامي. بس انت ما شكيت على مين؟ لا كل اعلامي اكيد انه يعني ما في يمين له، ولكن هي في الملناتي. بس لازم بندر نحن كاعلاميين ايضا يعني موجودين اكيد يعني تعلمون ذلك، لان هذا ايضا منتخب يمثل الوطن، حرام ان الجمهور ما يكون حاضر. بالتاكيد انا اتمنى حضور الجماهير، لكن لما تسالني ليش غابت الجماهير انا قاعد افند لك السؤال، لكن انا اتمنى حقيقه يوم الاحد غدا ان شاء الله اتمنى انه جماهير المنتخب السعودي تتواجد وتغطي كافه مدرجات الملعب. ونتمنى ايضا من المدرب المنتخب السعودي انه يقدم المنتخب يقدم منتخب يقدم منتخب يليق باسم المملكه العربيه السعوديه. زي ما ذكر الدكتور تاهل المنتخب السعودي الى النهائي او لم يتاهل، حصل على البطوله او لم يحصل عليها، اتمنى من الاتحاد السعودي مباشره اقاله المدرب بعد هذه البطوله. جميل. واحضار مدرب متمكن حتى يقول عمان ولا اليمن على طول. قول عشان دكتور خلي الامور بس تمشي وبعدين نتفاهم ان شاء الله. يعني هذه مهمه. طيب انا اروح بس للزميل محمود تبوك المتواجد في فندق الماريوت، ما ادري اذا جاهز محمود. نروح لمحمود في فندق الماريوت، تفضل محمود. يعطيك العافية يا حسين، وطبعا اليوم الرياض ما فيها زحمة وأجواء جدا رائعة، أتمنى من الجماهير القادمة إلى الرياض أن يستمتعوا بهذه الأجواء والأجواء الخليجية وخليجي 22 هنا في بهو الفندق في الماريوت يا حسين. طبعا مثل ما ذكرنا في بداية الحلقات الماضية، طبعا المنتخب الإماراتي دائما نحاول أن نأخذ معه لقاءات، ولكن بقيادة الكابتن مهدي علي طلب عن الرافضين كل اللقاءات. هم يتواجدون معنا في بهو الفندق قبل قليل، ذهبوا طبعا الى قاعه الطعام والاجتماعات هناك، دائما هو مقرهم، وهم نازلين من بهو الفندق ياخذون طبعا يسار، ومنتخبنا الى اليمين هم المنتخبان المتبقيان هنا في هذا الفندق. اتمنى التوفيق دائما للاحمر حسين. لدي في هذه اللحظات المذيع خالد القحطاني، مذيع بقناه الكاس، حياك الله خالد في برنامجنا نبض الخليج.
خالد التغطية دائما كونك زميل مهنة وزميل عمل، التغطية دائما نحاول أن نبحث عن كل ما هو جديد، تغطية قناة الكاس متواجدة مع كل القنوات الموجودة هنا، أهم الأحداث اللي رصدتموها في خلال هذه التغطية وفي خليج 22. يا مرحبا فيك، أرحب فيك وأرحب بالمشاهدين الكرام. طبعا ما شاء الله عليكم متواجدين دائما في قلب الحدث، أينما تواجد الحدث تواجدتم. الحمد لله رب العالمين، يعني دائما احنا نحاول نوصل لجميع الأماكن، جميع ما هو متوقع وما هو غير متوقع طبعا للرصد الإعلامي ورصد التغطيات في كل ما يخص هذه البطولة خليج 22. أكيد فيه مواقف كثيرة تصادفك، فيه أمور دائما سواء كانت إيجابية أو سلبية، ولكن مثل ما انت شايف يعني ابرز في الايجابيه، ما هي الاحلى الاشياء الايجابيه والاشياء جدا يمكن واحد راح تبقى في الذاكره بالنسبه اللي غطى هذا الحدث الجميل، الحدث الهم في خليجي وهو في الرياض هنا في خليج 22. يمكن الحدث ابرز اليوم، اتكلم ان اللوبي فاضي يعني احنا نعاني من هذه المعاناه. طبعا احنا نحاول نحن نوصل للخبر، لكن للاسف طبعا هم ما يلامون، احنا اذا جينا نتكلم ما يلامون، يبي يدخلوا اجواء المباراه واجواء البطوله، من حقهم هذا الشيء، يعني سواء المنتخب العماني او المنتخب الاماراتي مثل ما انت شايف التكتم والتكتل، محاوله اخراج اللاعبين عن الضغوط العلميه، لان احنا نشوف ان الموضوع طبيعي جدا، حتى لو دردشوا ممكن تكون بالعكس تنفيس اكثر ويكون متنفس اكثر بالنسبه لهم. بالنسبه للمنتخبنا الوطني بصراحه يعني ما قصروا معنا يعني ما عشان يعني حتى في قنوات بي ان سبورت بكل القنوات حتى يمكن امس وقبل. لا 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 انا بقول لك بالعكس، رايتهم بيضاء ما مقصرين معنا، ولكن اتكلم انه دائما بشكل عام المنتخبات تحاول انها تعيش الاجواء هذه. احنا بالنسبه للمنتخب العماني كاداره مو مقصرين، هم قالوا لنا يا جماعه اللاعبين حاول انكم يعني حاولوا تخفوا منهم، ولكن بالعكس مش مقصرين بكل تاكيد. مميزات البطوله دائما اكيد التجمعات الرياضيه لها مميزات كثيره، التالف والتقارب، يعني احنا شعب واحد، ولكن نلتقي في هالمناسبات سبحان الله. يعني انا غطيت يمكن 4 أو 5 بطولات كاس خليج، صارت لها لذتها، يعني حتى لما نقعد مثلا في اي وقت فراغ تتذكر امور ومواقف صارت، فهذه يمكن ابرز ما يميز هذه البطوله وما يميز البطولات الماضيه، يعني انه دائما التجمع والتقارب والتالف، كوننا علاقات فيما بيننا، صرنا يعني كوننا علاقات والحمد لله رب العالمين نجتمع دائما على خير. امين ان شاء الله. خالد، حلوة البطوله بعد النتائج الاخير اللي قدمها المنتخب العماني والمنتخب الاماراتي، على السريع ايش رايك بحصيله الاهداف؟ كانت في يوم ختام الدور الاول 7 أهداف بالنسبه للمباراتين. والله البطوله كانت شحيحه في دور المجموعات في البدايه، ولكن اليوم الختامي طبعا اسفر عن نتائج غير متوقعه، وممكن يكون هم المرشحين الابرز جدا للوصول الى المباراه النهائيه، طبعا ما قل من حظوظ المنتخب السعودي صاحب الارض، ونتمنى ان يكون الجماهير متواجده ايضا، ما نقل من حظوظ منتخبنا، احنا نتمنى اكيد انا عن نفسي بتمنى منتخب يكون في النهائي، ولكن الواقع يفرض نفسه، يعني نتكلم عن مكانه المدرب جمال بالماضي عشان ما نتعاير منتخبنا بس. اكيد لا مش القصد، انه يعني انا اقول لك انه مثلا الامور يعني من واقع الجوله الاخيره، يعني رقم كبير تتكلم عن 5، يمكن المنتخب الكويتي من 15 سنة كان آخر يعني أو أقوى هزيمة حصل عليها في البطولة كانت 4، حطمت الرقم القياسي بعد 15 سنة من صمود الرقم اللي يعني المنتخب الكويتي يخسر بهذه النتيجة. المنتخب الكويتي كان مفاجأة جدا أن يظهر بهذا المستوى، دائما معروف المنتخب الكويتي إذا كان تحت ضغط أنه يرجع دائما، ولكن تفاجأنا في هذا المستوى. يمكن فاكهة البطولة ونكهة البطولة كانت بوجود المنتخب اليمني اللي قدم كرة قدم مغايرة ومحى الصورة السابقة عنها، الجمهور اليمني اللي قدم درس لكل المنتخبات المتواجدة، كل الجماهير الباقية، يعني نعم في حضور عماني، نعم في حضور إماراتي، نعم في حضور كويتي قوي، كان شح من الحضور القطري والحضور السعودي اللي احنا انصدمنا بالحضور السعودي، ولكن كان درس من قبل الجماهير اليمنية لكل الدول انها ازروا منتخباتكم. العافية، شكرا لك حبيبي، يعطيك العافية. حسين، كان الحديث مع الزميل خالد القحطاني وعن البطولة بصورة عامة، الحديث دائما وعن الجماهير هم الغائب الأبرز حتى الآن بالنسبة للمنتخب السعودي، كل الإعلاميين يعني يتفاجئوا كثير بغياب الجمهور السعودي وهو يلعب دائما المنتخب محتاج له بالذات في مباراة النصف النهائي أمام المنتخب الإماراتي. إليك حسين. شكرا لك الزميل محمود تبوك والمتواجد في فندق الماريوت، أكيد يعني نحن سعدنا بوجودكم اليوم، لكن يمكن دخلنا في كثير من الحديث الخاص بالمنتخب السعودي وعدم الحضور الجماهيري في البطولة، لكن نأمل إن شاء الله أن الأيام القادمة تشهد عكس هذا الكلام بإذن الله. دكتور مدني، شرفتنا في نبض الخليج، وبس أنا بغيت قبل لا نختم معاك نصايح لمنتخب عمان في نصف النهائي.
إذا تعطونا المدرب ننصحكم. لا بنتفاهم بعدين على المدرب ما مشكلة. هذا كله بيزنس يعني ما يحتاج. نعم. أنا أقول لك وحش وقلت أنا قلت لك ممكن قطر تفوز لأنه قطر الآن ما فازت وكل عمان لما ما فازت ودخلت في مباراة مصيرية فازت وفازت الإمارات ما فازت لما دخلت في مباراة مصيرية فازت غدا قد تكون قطر مباراة مصيرية فيها هي توصل يا باي باي قد تكون لكن إذا النفس الطويل وإنت عندك الآن قوة هجومية أحسن من الأول أنا أعتقد دفاع قطر جيد جدا مشكلة هجوم قطر ما هو جيد أبدا لأنك مجرد لعبت ثلاث مباريات ما سجلت غير هدف واحد يعني صعبة على فريق يريد أن يكون بطلا والقوة الهجومية مهمة فعشان كده أنا بقول طموح قطر وأسارة أنه لازم أطلع بشيء هي قد تكون خطر على عمان عمان لو لعبوا بأنه نحن غلبنا 5-0 يعني خلينا نقول سيد الخليج الكويت فهذا من بداية الخسارة إذا لا التركيز إحنا يعني خلينا نقولك جاء صدفة وفزنا بس الآن ما في صدفة في تركيز وفي أسلوب كيفية ألعب على المنتخب القطري ما أقول لك المنتخب القطري في خلل تستطيع أن يعني توصل لمرمى قطر طبعا هذا المدرب أفهم مني فيها وأقدر يعني بس أنا ما ولا أقدر أقول لك نصيحة لأنه كلكم عينين في راس لكن تمامين إنما في إمكانية تصل عندك قوة هجومية مقنعة عندك تنظيم فريق جيد عندك خطوطك متقاربة عندك السرعة عندك قوة الشباب عندك محورين يعتبروا في رأيي ناس من أفضل المحاور من أفضل وأتوقع أنا ما أدري يمكن كريم مضيف ما حيلعب المباراة أنا سامع أنه عنده كرتين أنا ما أدري أنا صح ولا أنا غلط بس شفت المباريات إذا هذه المنتخب القطري هذا من القوة اللي فيه كريم مضيف كمحمد طيب. فعندكم محاور ممتازين نعم. ممتازين نعم. ويمكن الاتحاد يأخذ واحد منهم يمكن يعني في حد مرشح للاتحاد طيب شكرا لك دكتور شكرا دكتور مدينة رحيم المحلل والناقد الرياضي طبعا تواجد معنا اليوم في الاستوديو شكرا كذلك للزميل الإعلامي ما تبغى أعطيك نصائح المنتخب الإعلامي لا أكيد لا أنا لا هو شوف المنتخب العماني يفترض انه يستثمر مباراة الكويت لمباراة قطر نعم. يمكن الدكتور يقول اذا ركنوا لهذه النتيجة ممكن انهم يخسروا لكن ليش ما ناخذها من الجانب الاخر ويفترض ان تكون هذه النتيجة معنويا دافع معنوي كبير للاعبي المنتخب العماني إن عندهم امكانيات عندهم قدرة عند فيهم الكفاءة عندهم الامكانية لكسب المنتخب القطري نتمنى للمنتخب العماني التوفيق إذا توفق المنتخب العماني ووصل النهائي نتمنى بالتأكيد إحنا كإعلام سعودي أنه يتواجد المنتخب السعودي وأيضا يكسب البطولة على حساب المنتخب العماني لرد الدين قبل 8 سنوات خلونا نوصل النهائي بعدين نشوف كيف الوضع إن شاء الله موفقين جميع المنتخبات إن شاء الله الله يخليك توفيق لجميع الفرق وأكيد الحظوظ متكافئة الآن في دول الأربعة شكرا لك بندر رشود مدير مكتب صحيفة النادي في مدينة الرياض شكرا لك شكرا جزيلا نحن متواصلين معكم مشاهدينا الكرام وأكيد الإعلام حضر بقوة كالعادة في بطولة كأس الخليج تغطية إعلامية مكثفة وأعداد كبيرة جدا من الإعلاميين توافدوا إلى الرياض لتغطية البطولة في الأيام الماضية شهدت تسابقا كبيرا من قبل وسائل الإعلام لنيل أفضل مستوى ممكن من التغطية والمستفيد الأكبر طبعا هو المتلقي بشكل عام نتابع هذا التقرير حول التغطية الإعلامية لخليجي 22 ثم نعود أصبح من المعتاد أن تشهد دورات كأس الخليج تنافساً إعلامياً كبيراً يطغى في كثير من الأحيان على التنافس داخل المستطيل الأخضر هنا يعمل الإعلاميون على مدار الساعة من أجل الحصول على سبق أو تسجيل صورة ملفتة من أحداث البطولة أو الفوز بتصريح من هنا وآخر من هناك
فتجدهم ينتشرون في كل المواقع، كما تنتشر استوديوهات مباشرة لكثير من القنوات الرياضية التي تعمل على حشد كل إمكانياتها لتغطية الحدث الهام. احنا طبعا نملك الحقوق الحصرية، نحن جئنا بمشروع برامج وتغطية كبيرة، تغطية يومية من الصباح إلى آخر مباراة وإلى برنامج مسائي نختم به اليوم. طبعا تغطية كبيرة، كل جل الدول حتى لا أقول كل حاضرة هنا في هذه البطولة، ومن دون شك ستستفيد خاصة بأن هناك قنوات كثيرة منها قناتكم الرياضية، لهذا سيثري الحقل الإعلامي وأيضا التنافس في هذه البطولة، والتنافس من دون شك سيكون في صالح المشاهد العربي والخليجي. التغطية الإعلامية، وسابقا كانت أيضا الحضور الجماهيري كان يفوق المستوى الفني عموما، هو مستوى فني على كل حال، فيه وعليه، في بعض الأحيان يكون عالي وبعض الأحيان يكون منخفض حسب ظروف المنتخبات واللاعبين الخليجيين عموما، ولكن يبقى وأن الاهتمام الإعلامي والاهتمام الجماهيري أكثر بكثير من المستوى الفني الذي بدأ في المباريات الأولى بأنه عادي جدا حتى لا أقول شيء آخر. الحضور الإعلامي المكثف جدا، أنا يعني حتى على مستوى كأس العالم تواجدت من 94 98 2002 امتداد كؤوس عالم، أحيانا قد لا تشاهد هذا الكم الكبير من الكاميرات في منطقة المخزون. ومهما كان هذا التنافس الإعلامي المثير، فإننا نتمنى أن يكون المتلقي هو المستفيد الأكبر، وأن تبقى هذه البطولة دائما كما كانت، مناسبة جميلة لاجتماع الأشقاء. بالنسبة لطبيعة تواجدي، احنا نحاول انه نغطي اكبر عدد من المتواجدين سواء من الزملاء الاعلاميين او من الوفود الرسمية القادمة الى بطولة الخليج. يعني التغطية الاعلامية في كاس الخليج بالتحديد هي دائما ما تكون اكبر من بطولة، يعني كاس الخليج يعني عبر تاريخها هي معروفة بأنها خارج الملعب أكثر من هي داخل الملعب، خاصة شاهدة الحركة الآن من الوفود من الإعلاميين من التغطية الكبيرة الهائلة على المستوى الصحفي وعلى المستوى أيضا التلفزيوني، فالتغطية الإعلامية دائما غير مستغربة في كاس الخليج أنها تكون بهذا الضخم. يعني الحب في دم من الصغر دايم على مر العمر، خليجنا واحد وانا بحريني قلبي في عمان، اخوان احنا من زمان لها وسط قلبي مكان، خليجنا واحد وانا شقول انا عن مملكة، انا كل شي في قلبي تملك، وانا هذا السعودي عشقا، لكن غلاهم مهجتي، وانا مثل حلاها ما لقيت، الله يا محلى الكويت لك فيها بيت في كل بيت، نتواصل معكم مشاهدينا الكرام في نبض الخليج وبالتأكيد بكل التفاصيل المستمرة في الرياض في خليجي 22، وتابعنا تقرير عن التنافس الإعلامي المثير والكبير الذي تشهده هذه البطولة كالعادة، والذي يخلق بالتأكيد أجواء جميلة رائعة، نتمنى دائما أن تصب في مصلحة المشاهد والمتلقي بشكل عام، وأن
تسهم بشكل كبير أيضا في تطوير هذه البطولة وتجميع أيضا تساهم في مسألة تجمع الأحباب والأشقاء في مكان واحد، والتنافس الشريف لابد أن يكون حاضرا بكل تأكيد في مثل هذه البطولات التي هي دائما بين الأخوة الأشقاء في دول مجلس التعاون كذلك اليمن والعراق. ونحن متواصلين معكم ومعنا الأستاذ محمد حجي النائب رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية اللي يتواجد معنا في السوري ونبض الخليج. حياك الله أستاذ محمد. الله يحييك ويسلمك. الحديث مستمر ترى عن المباريات القادمة وعمان وقطر، قمة منتظرة في نصف النهائي. بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكرك على الاستضافة هذا وأشكر تلفزيون سلطنة عمان. أنا أعتقد أنه يعني تبقى بطولة كأس الخليج تحظى بأهمية بالنسبة لسواء كان الإعلام الخليجي أو حتى بالنسبة لشعوب المنطقة، بحكم أنه هذه البطولة لها أهمية وخصوصية لدى دول الخليج ولدى شعوب المنطقة. أنت تعلم جيدا بأن هذه البطولة الآن عمرها تقريبا ما يفوق 40 عام، استطاعت أن تستمر بنفس الأهمية، استطاعت أن تستمر وتحقق وأيضا تصنع لعيبة بمستوى الآن أصبحوا على مستوى عالمي. بالتأكيد نحن يعني حريصين على التواجد سواء كان الإعلام الخليجي أو حتى الآن الإعلام العربي أصبح يهتم بهذه البطولة لما لها أهمية بالنسبة لدول الخليج. أعتقد أنه طبعاً المباريات القادمة ستكون لها أهمية بحكم أنها أنت الآن وصلت إلى المراحل ما قبل النهائية. أعتقد أن الفرق كلها على استعداد، صحيح أنت لا تستطيع أنك أنت تحكم بما قدم خلال المراحل الأولى بحكم أنه أنت الآن وصلت إلى مرحلة تعتمد بشكل أساسي أعتقد في خطط المدربين، وأعتقد أن المباراة ستكون بصورة مختلفة عن المستويات التي قدمت من بخصوص ما يتعلق بشكل أساسي بين قطر وعمان. لا نستطيع أن نحكم على ما قدمه الفريقين خلال المباريات السابقة بحكم أن أنت يعني ظروف المباراة تختلف، أنت كنت في الأدوار التمهيدية، الظروف أيضا تختلف، فبالتأكيد الفرق في هذه الأدوار تقدم مستويات مختلفة بحكم أن المدربين يعتمدون على خطط مختلفة. نعم أستاذ محمد، قراءتك الفنية للبطولة حتى الآن برأيك يعني هل ارتقت إلى المستوى المطلوب؟ يعني كان بالتأكيد الطموح كان أنها تكون بمستوى أعلى. أنا أعتقد أنه يعني دائما هناك ما تصاحب بطولات كأس الخليج بعض الظروف التي تحد من تقديم مستويات فنية عالية أو تلبي الطموح الجماهيري. ممكن يكون لهذه البطولة ظروف معينة ارتبطت ب زحمة الأجندة الرياضية، ممكن أيضا أنت عندك بطولة مقبلة مهمة بعض الفرق تنظر لها بأهمية خاصة، ولا 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 تقليلا من أهمية كأس الخليج، لكن أنا أعتقد أن البطولة يعني هي استمرارها هذا المهم بغض النظر عن المستوى الفني، والدليل أنه هذا الحشد الإعلامي الكبير اللي كان موجود صاحب هذه البطولة تقريبا 2000 إعلامي يغطون مختلف دول الخليج وأيضا الدول الأخرى، فهذا التزايد في الاهتمام الإعلامي يعكس مدى الحرص على متابعة هذه البطولة، مدى الحرص على المستوى الذي وصلت لها هذه البطولة. تبقى يعني بطولة كأس الخليج تحمل أهمية خاصة مهما كان المستوى الفني، صحيح ممكن المستويات في الأدوار التمهيدية ما كانت بالمستوى المطلوب، ولكن أنا أعتقد أنه بالأدوار النهائية سنشاهد مستويات مختلفة. نعم، بالنسبة للنابل القطري يعني الفريق يمكن ما حقق فوز في الدور الأول لكنه أيضا لم يتلقى أي خسارة في هذا الدور. سمعنا حديث متباين من وسائل الإعلام القطرية، لكن
بشكل عام يعني لم تكن هناك حالة مثلا من السخط على الفريق، وإنما نسبيا هناك رضا على الفريق حتى هذه اللحظة. أعتقد أنه يعني العنابي استطاع أن يقدم مستوى جيد خلال الأدوار التمهيدية، واستطاع أن يقدم صورة تلبي الطموح في هذه الأدوار. طبعا الآن المطلوب أن يكون هناك مستوى أعلى، وأعتقد أنه يعني الأدوار النهائية سنشاهد مستوى مختلف من المنتخب القطري، لأنه في نهاية المطاف أعتقد أن المنتخب القطري يمتلك الخبرة أنه هو يتجاوز هذه المراحل، وإضافة لأنه هو يمتلك الخبرة على أنه يقدم مستوى مختلف بما قدمه من الأدوار الأولى. فلا نستطيع أن نحكم على ما قدمه خلال المرحلة الأولى، بالتأكيد سيكون هناك مستوى فني مختلف، ودائما حسابات الأدوار الإقصائية تختلف بشكل كبير يعني من الدور الأول. وأكد عليه اليوم يعني أنا قبل شوي كان في مؤتمر صحفي للمنتخب القطري المدرب والإداري المنتخب، أيضا يعني أكد أنه هناك سيكون مستوى مختلف خلال المباريات المقبلة. نعم. طيب يعني بشكل عام يعني الآن البطولة وصلت إلى دور الثاني، الفرق الأربعة اللي وصلت إلى دور نصف النهائي، برأيك يعني هل وصول هذه المنتخبات الأربعة كان منصفا لها؟ يعني هل استحقت هذا الوصول فعلا؟ يعني شوف، ممكن يكون من الأربعة هناك فرق متوقع أنها تصل، يعني من بداية قبل انطلاق البطولة كنا نسمع وتتناول وسائل الإعلام بأنه هذه الفرق ستصل إلى الأدوار النهائية أو أن حتى ستصل إلى المباراة النهائية، لكن بالتأكيد يمكن هناك أيضا فرق تم إقصائها كانت متوقعة أنها تنافس وتنافس بقوة، يمكن كان خروجها مفاجئ، وكثر الحديث أيضا على مباراة عمان والكويت، و ليس انا يعني انا البعض يمكن يتحدث عن انه ليس مستغرب ان يفوز المنتخب العماني، بصراحه انا اتحدث، ولكن يمكن مستغرب النتيجه يعني ان تكون بهذه الصوره. اعتقد انه يمكن هناك بعض المنتخبات كان من المتوقع انها تكون تصل الى الادوار النهائيه، وكان خروجها مفاجئ، ولكن هذه شوف دائما ما يحدث في بطولات كأس الخليج، يعني انت تعلم هذه البطولة دائما ما تحمل مفاجآت، دائما ما نشاهد فريق يفاجئ الجميع ويقدم مستوى. واعتقد ايضا بطولات الخليج اثبتت دائما بانه ليس بالضرورة صاحب الارض والجمهور تكون له الكلمة النهائية في مسألة الحصول على البطولة. دائما ما نشاهد هناك مفاجآت تحدث بعيدا عن موضوع الأرض والجماهير. نعم، وأكيد يعني نشوف الفرق الأربعة فيما يتعلق بمسألة أيضا الحضور الجماهيري في دول الأربعة، المستوى سيختلف، المعطيات ستختلف، طريقة التعامل مع المباريات تختلف، لكن أيضا حضور الجماهيري سيختلف. بالنسبة للعنابي يعني هل هناك تجهيزات من ناحية الوصول الجماهير القطرية؟ والله شوف، هو طبعا المجال مفتوح، يعني أنت دائما لما تكون البطولة في أي دولة خليجية بالتأكيد أنت تشعر بأنها كأنها في بلدك، يعني لا يوجد اختلاف سواء كانت في الرياض أو في السلطنة أو في المنامة أو في الإمارات أو في أي دولة خليجية، لا تشعر بأن أنت بسهولة تتنقل، التنقل والوصول إلى الملعب يكون سهل. وأنا أعتقد أنه بالتأكيد الأربع فرق سيكون لها حضور جماهيري، يعني الكل سيسعى أن يكون يشاهد منتخبه من خلال اجتياز الأدوار النهائية. أعتقد أنه سيكون هناك حضور جماهيري بغض النظر عن موضوع أن تكون هناك ترتيبات معينة، ليس بالضرورة، يعني هو في نهاية المطاف أنت تقدم جانب وطني مرتبط بمنتخبك الوطني، بعيدا عن أن يكون هناك، لأن المسألة ليست هناك فيها معاناة في مسألة الوصول، يعني أنت ممكن تركب السيارة وتصل خلال ساعات إلى قرب المسافة. قرب المسافة، ما أعتقد أن المسألة تحتاج إلى استعدادات معينة من قبل أي دولة.
يعني احنا صحيح شاهدنا بعض الدول جهزت طائرات وجهزت لنقل الجماهير. انا اعتقد انه المساله جدا سهله، من يرقب انه يصل ويعني يقف مع منتخبه المساله مفتوحه. يعني الان انا حسب يعني الاخوان هنا في السعوديه فتحوا الدخول بالمجان الملعب، فاعتقد المساله سهله الوصول لمن يرقب المشاركه في تشجيع منتخبه. صحيح بالضبط، احنا اكيد متواصلين استاذ محمد في الحديث، ولكن ايضا سنعود للزميل محمود تبوك المتواجد في ردهة الفندق، فندق الماريوت. محمود نعود إليك من جديد، تفضل إليك الكلمة. يعطيك العافية حسين، هذه المرة لدي شباب من مشجعي المنتخب الإمارات، ربما منتخبهم نحاول نأخذ معه تصريحات، طبعا يمرون عليكم شباب. سلمت على المنتخب الإماراتي، أول شيء مبروكين للتأهل. الدور كان مباريات طبعا الأخيرة بالذات كان بالنسبة للمنتخب الإماراتي كانت صعبة أمام المنتخب العراقي، واليوم وصلتوا لهذا الدور. الحمد لله نشكر الشباب ونشكر كل الداعمين على نجاح هاي البطولة، وإن شاء الله البطولات المباريات الجاية نشكر إن شاء الله تكون. متى وصلتوا؟ وصلنا من يومين تقريبا، حضرنا يوم المباراة مع العراق، الحمد لله بيض الوجه، فزنا وفرحونا الحمد لله. الجماهير جاية إن شاء الله، بتوصل إن شاء الله بكرة، وعدد كبير ان شاء الله على حسب ما علمنا نحن ان شاء الله العدد. سمعت انت حسب ما علمت، وش اللي علمت؟ ان الطيارات ان شاء الله جايه. والله كل يوم تسوي ابديت، يعني كل ساعه نسمع شيء، فان شاء الله على حسب ما سمعنا. الدرج الابيض باللون الابيض ان شاء الله. هنا عبد الرزاق العنزي، بس تعال معنا اخو اللاعب مهند العنزي مدافع الامارات، حياك عبد الرزاق، ندور عليك ترى انا من اول. ايش الاخبار؟ سلمت الشباب؟ الله يبارك فيك طول عمرك. سلمت على الشباب؟ كيف شفت الشباب معنوياتهم؟ لا ما شاء الله عليهم، الله يحفظهم ان شاء الله، وشادين حيلهم ان شاء الله، نبيهم الفوز ان شاء الله. ابغى ابتسامه للكاميرا كذا. التقيت معهم، شوفهم مع بامانه يعني حاولنا ناخذ معهم، لكن كلنا حاولنا. حاولت؟ كلنا حاولنا، حتى صوروا في كتمان، ما في لا صور ولا اي شيء. يعطيك العافيه. الله يبارك ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. حسين اكيد راح نتواصل، جماهير عمان يمكن من متابعي برنامج نبض الخليج وصلوا الى الماريوت، اكيد لنا وقفه معهم راح بس تكون خاصه لهم، اللي نقول لهم الحمد لله على السلامه على وصولهم الى الرياض. نتمنى الجماهير تكون اكثر عدد ان شاء الله في المباراه القادمه. لك حسين ان شاء الله. شكرا لك محمود، نتمنى ان شاء الله لكل الجماهير العمانيه والخليجيه التي تتوافد الى الرياض ان شاء الله انها توصل بالسلامه، ويكون ايضا تعيش اجواء جميله في الرياض مع المباريات، ويعني نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للجمهور، كما نتمنى للمنتخبات بكل تاكيد ان يعني تؤدي مباريات ممتعه، وفي النهايه طبعا كل له ميوله، وتشجيع لمنتخب وطنه باذن الله. في النهايه كلنا خليج واحد وبلد واحد ما في شك، والفرحه هي فرحه الجميع بالتجمع الاخوي الكبير في الرياض. الان نتابع هذا اللقاء الذي اجريناه مع الشيخ علي ال خليفه رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم. طبعا احنا طبعا نبارك للفرق المتأهلة، نبارك لمنتخب عمان، نبارك لمنتخب السعودية وقطر والإمارات على الوصول للسيمي فاينل. اعتقد هناك اخطاء الفرق اللي لم تتأهل يجب ان يعالجوا، بالاخص المنتخب البحريني، هناك ظروف مرينا فيها، نحن اقرب للفريق، مرينا في ظروف صعبه. المهم الان نحن طوينا صفحه المدرب والوقت الاقاله والى اخره، كل الجوانب السلبيه طويناها الان، ونركز على الجانب الايجابي لما هو قادم. عندنا استحقاق مهم جدا كاس اسيا، واعتقد المنتخب البحريني سيظهر ان شاء الله بصوره مغايره في هذه البطوله. الاربع فرق استحقوا عن او تاهلوا عن استحقاق وعن كفاءه، وشاهدنا الاربع فرق استعدادهم جيد كان، ويمكن احنا شخصيا كثير من المسؤولين رشحوا الاربع فرق، ولا شك اعتقد هناك دروس مستفاده يجب كل الفرق يتعلموا من اسباب الاربع فرق وصولهم لهالمستوى. طبعا الاستقرار الفني،
الاستعداد الجيد، المباراة الودية الجيدة، فكذا جانب إيجابي أعتقد خدمت المنتخبات، خاصة أنها يعني وصلت إلى المشوار أو دور السيمي فاينل. نأمل إن شاء الله أن باقي الفرق تعيد ترتيب أوراقها وتدخل بطولة آسيا اللي هي تعد البطولة الأكبر والأهم يعني بشكل مغاير، في النهاية يخدم وينعكس على مستوى الكرة منطقتنا خليج وغرب آسيا خاصة. طبعا وضع برنامج إعداد منذ فترة يعني يمشي المنتخب في هذا البرنامج الذي وضع، عند مباراة ودية مع السعودية في نهاية شهر 12 ومباراة ودية مع الأردن في تاريخ 4/1 في استراليا. البرنامج موضوع، الفريق سيتجمع في 20 ديسمبر، وأأمل إن شاء الله أن المنتخب واللاعبين يعني سنبذل قصارى جهدنا في الاتحاد والمعنيين في الفريق سواء جهاز فني وإداري لتهيئة الأجواء ودخول مجموعتنا التي تعد ممكن من المجموعات القوية، فيها إيران والإمارات وقطر والبحرين، بصورة مغايرة تماما، يعني خاصة أن البطولة ترى مختلفة جدا عن البطولة اللي احنا الآن فيها، فيها معايير تختلف وفيها يعني أسلوب مغاير يجب أن كل فريق يتعامل به، فنأمل إن شاء الله أن المنتخب البحريني يظهر بالصورة المطلوبة إن شاء الله الجمهور البحريني. هذا اللقاء مع الشيخ علي الخليفة رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، كل التمنيات بالتوفيق إن شاء الله للأحمر البحريني في قادم الاستحقاقات وعلى رأسها كأس الأمم الآسيوية اللي نتمنى لكل المنتخبات الخليجية أنها تكون في المستوى المأمول بإذن الله في هذه البطولة. أستاذ محمد، قبل أن نذهب يمكن لتقرير حول استراحة الإعلاميين، المكان الجميل اللي شفناه أيضا هنا في الرياض بمبادرة بعض الزملاء الموجودين لتغطية هذا الحدث، التناول الإعلامي للبطولة في هذه النسخة هل اختلف عن سابقاتها؟ بس إذا سمحت لي في البداية أني أنا أشير إلى موضوع مهم بصراحة لمست أيضا من الإعلاميين ككل، سواء كان من خلال الاستراحة أو حتى من المركز الإعلامي. يعني أنت تعلم يمكن ما صاحب ملف 2022 ما يتعلق بالنسبة لاستضافة دورة قطر لمونديال كأس العالم، يعني صاحب هذا الموضوع العديد من الأمور، وخلال هذه البطولة يعني كان هناك خبر سعيد وصراحة لمست مدى فرحة جميع الإعلاميين الخليجيين بعد صدور هذا الخبر السعيد على الكل، ويعني جميع الإعلاميين بصراحة الخليجيين باركوا وتشعر بأنه الفرحة كانت كبيرة عند الإعلاميين ككل، وما يؤكد أنا أعتقد إنه يعني موقف الأخوان في 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 تنظيم المونديال اللي هي لجنة الأرث أو التأكيد على موضوع أن هذا المونديال لا يخص دولة قطر بشكل أساس، وإنما هو مرتبط بجميع الأخوان الخليجيين، وأن هذا المونديال هو مونديال للعرب ككل، بأن بعد بكرة سيتم تدشين أحد ملاعب هذا المونديال في الرياض، وأعتقد راح يكون في حفل يوم يعني كحفل تدشين لأستاذ خليفة أحد، وراح نكون نحن حاضرين أيضا إن شاء الله لتغطية هذا الحفل، وهذا طبعا يعني حدث أنا أعتقد أنه مهم وتأكيد على أنه هذا المونديال يهم الجميع، فبس حبيت أن أنا أشير هذه النقطة. فيما يتعلق بأعتقد التغطية الإعلامية، مثل ما ذكرت لك أنه هذه البطولة تحظى بأهمية كبيرة بالنسبة للإعلام الخليجي، وتشعر بأنه وسائل الإعلام توفر كل طاقاتها في تغطية هذه البطولة. يمكن الفكرة الجديدة اللي لمسناها من خلال هذه البطولة هي موضوع الاستراحة، أنها كانت نوع من الملتقى والمنتدى للإعلام الخليجي وللإعلاميين، يعني أنت تشعر بأنك بعد عناء عمل طويل تذهب إلى هذه الاستراحة وتزيد من رصيد معرفتك بمسألة الإعلاميين طبعا. ويكون هناك تبادل في الآراء ونقاش حول مختلف القضايا وما حدث خلال اليوم أو ما حدث خلال البطولة. صحيح. فيتم أعتقد خلال هذه الاستراحة تحليل العديد من الأمور ونقاش العديد من الأمور. ممكن يكون من الملاحظ أيضا من خلال تغطية وسائل الإعلام في هذه البطولة أنه لم يصاحبها نوع من الإثارة، يعني انت الشد الكبير اللي كنا نشوفه دائما ما يصاحب بطولات الخليج كثير من الاثاره والتصريحات الناريه. لاحظنا بانه هذه البطوله فيها كان نوع من الهدوء، ممكن يكون هو
يعني توجه من الأخوان المسؤولين في الاتحادات الخليجية حتى لا تطغى بعض الأمور التصريحات على لا تكون إثارة سلبية لا تكون إثارة سلبية يعني أنت ممكن تخرج بتصريح صحيح. ولكن هذا التصريح من الضروري أن لا يسبب إشكالية للبطولة أو حتى يوجه إساءة لأي نعم. منتخب أكيد طالما أستاذ محمد أنت تحدثت عن الاستراحة الجميلة للإعلاميين خلينا نشوف هذا التقرير اللي أعددناه أيضا على هذه الاستراحة عدسة نبض الخليج كانت في زيارة لاستراحة الإعلاميين مع الزميل أيمن الفجراني نتابع استراحة الإعلاميين الخليجيين بالرياض انطلقت على هامش منافسات خليج 22 كفكرة تبناها الإعلامي خالد جاسم وفهد الروقي للتقريب من الإعلاميين فيما بينهم والحفاظ على ميثاق الأخوة والتجمع وشرف المهنة بعيدا عن الخلاف والنزاعات الحادة. حرصت الاستراحة بتوفير الجو المناسب فهي توفر الشاشات العملاقة التي تبث المباريات لمن لا يمكنهم الذهاب للملاعب بالإضافة لخدمات الانترنت والمشروبات والأطعمة. فالاستراحة بتصميمها التراثي القديم وموروثها العربية مكان رحب لتجمع الأشقاء وأبناء العمومة في مكان واحد على المحبة والمودة. والأجمل من ذلك هو روح التعاون والألفة بين جميع الزملاء لخدمة زملائهم الآخرين دون تكلف أو تحفظ لتبقى البطولة عنوانا رحبا واسعا للتلاحم الخليجي وبابا واسعا للوصول إلى أكبر شريحة عبر هذه البوابة بوجود عدد لا محدود من الإعلاميين. في هذه الاستراحة الإعلامية يجتمع الإعلاميين لنسيان ضغوطات الأمس من العمل اليومي. من استراحة الإعلاميين أيمن بن محمد الفجراني برنامج نبض الخليج. استراحة جميلة وفكرة رائعة إن شاء الله نتمنى استمراريتها في النسخ القادم بطولات كأس الخليج هذه التجمعات الأخوية الجميلة بكل تأكيد. نعود للزميل محمود تبوك في ردهة فندق الماريوت تفضل محمود. حسين دائما عندما نشاهد الجماهير العمانية التي أتت لتؤازر المنتخبنا الوطني نفرح كثيرا ونفرح كثيرا عندما نشوف الأعداد أكبر وأكبر في مباراتنا أمام المنتخب القطري. نتمنى أن يكون الجمهور حاضر ويغطي اللون الأحمر كل المدرجات الموجودة في مباراتنا أمام المنتخب القطري. نتمنى الفوز العماني مثل ما قلنا دائما أحمر قادر تفرحنا. الجمهور العماني اللي ذكر لي تحت الهواء إنه ما بعد الفوز بالنسبة لمباراتنا أمام المنتخب الكويتي إنه ما جالهم نوم وأول سيارة ولا طائرة طائرة طيب. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك من الشر. الحمد لله توصلت والله أمس بالليل الحماس موجود وهو لا تتكلم حفوز صابنا حفوز والله مرينا الفوز وكنا عطشانين للأهداف ماشي أهداف تعبنا كله تعادل ماشي فوز ماشي أقوال مرينا الأقوال خلاص حسينا أن افتكس العقدة ونبشرها من الكاس جايبينها معنا ترى خلاص حاطينها للمباراة النهائية تذكر عشان نرجع مع الكاس. حياك الله والحمد لله على السلامة. الله يسلمك من الشر إن شاء الله. ونورت الرياض نور بوجودكم إن شاء الله بوجودكم ونهدي إن شاء الله مولانا صاحب الجلالة في هذا الفوز إن شاء الله الكاس إن شاء الله الكاس إن شاء الله ونهدي الشعب العماني كله إن شاء الله والله واصلين إن شاء الله واصلين حن كلنا خمسة وواصلين أمس بالليل إلى مدينة الرياض وإن شاء الله ما زرينا الأحمر الشباب جايين سمعتوا شيء لا جاي إن شاء الله كلهم جايين إن شاء الله الجماهير إن شاء الله متواصلين إن شاء الله أكيد 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 كلهم إن شاء الله جايين من اليوم وبكرة إن شاء الله ويتواصل كله إن شاء الله المشجعين العمانيين بيوصلون إن شاء الله من اليوم إن شاء الله إن شاء الله بس تبقى بس بعد وصول الجماهير العمانية اللي جت على حسابها الخاص نتمنى أيضا من الشركات وراح نكررها باقي يوم فكوها شوي وخلي الجماهير توصل وخلهم يشجعون الأحمر والله إن الأحمر يستاهل
وان ترفع التذاكر والاسعار والارقام هذه كلها ترى في يوم ما راح ننسى لك اياها. اي شركه حاول تقدم للمنتخب وللجمهور فجمهورنا يستاهل ومنتخبنا ايضا يستاهل. حسين يمكن كررنا هذا الموضوع كثير بس والله بجد نسمع المنتخبات الاخرى والجيران واي مكان اي منتخب حاليا موجود بهذه البطوله اللي هو راح يتواجد بنصف النهائي في دعم من قبل الشركات والقطاع الخاص. نتمنى ونراح نتمناهم يدعمون منتخب والجماهير. اليك حسين، وصلنا للختام نحن من هنا من بهو فندق ماريوت، فاكيد الكلمه ربما تكون اطول وراح نفرح اكثر عندما يقدم القطاع الخاص بالنسبه لدعم الجماهير ووصولهم الى رياض لمؤازره الاحمر. شكرا لك الزميل محمود تبوك من فندق الماريوت، وشكرا لكل الجماهير التي تتوافد الى الرياض، وما اعتقد ان الجمهور يعني محتاج الى مسانده او دعم حتى يوصل، لان جمهورنا عودنا انه يوصل بلا اي دعم ولا اي مسانده، لكن ان شاء الله الدعم يكون موجود. في كل الاحوال جمهور النبض الواحد حاضر، وتاكد من هذا الكلام ان الجمهور بيكون حاضر، ما ينتظر مبادره او ان يعني يكون مثلا موجود او وصول مجاني مثلا الى الرياض او ما شابه، لا يعني تشجيع المنتخب اعتقد كان جمهورنا حاضر من اول مباراه رغم حاله عدم التفاؤل اللي كانت مصاحبه للفريق، كان حضر وبحضور بمستوى جيد، واعتقد ان هذا في النهايه هو واجب وطني، ونتمنى ان الجميع الذي يعني يعي مسؤولياته، وان شاء الله يعني الامور تكون تمام وميسره للجماهير اكيد، يعني خاصه وان الجمهور في كثير من الاحيان استاذ محمد يعني يحتاج الى من ياخذ بيده في مساله ايضا التواجد والوصول والتنظيم، ما يعرف مثلا ربما الاماكن اللي ممكن يوصل لها، يعني حتى تيسير الامور بالنسبه للجماهير اكيد. يعني انا مثل ما ذكرت لك انه يعني هم من الجيد ان البطولات في دول الخليج سهل التعامل معها وسهل الوصول الى الملعب او الى حتى المقر المنتخب، فاعتقد ان المساله ليس بها من الصعوبه في مساله الوصول لاي دوله خليجيه بحكم شبكه الطرق الموجوده ما بين دول الخليج، بالسياره الوصول او بالطائرات المساله سهله، لكن هذا ما يمنع اذا كان هناك جهة منظمة لتنسيق المسألة سواء كان مثلا كاستقبال للجماهير أو تسهيل المهمة. صحيح. ولكن أنا أعتقد أنه الدعوة في وجهة نظري أنها توجه للجمهور للحضور لتشجيع منتخب وطنه، بعيدا عن موضوع أن يكون هناك دعم أو يكون هناك الدولة توفر طائرات أو الدولة، أنا أعتقد في نهاية المطاف أن إذا أنت ترقب أنك تذهب وتؤازر منتخبك ستذهب من جانب وطني، لا تنتظر أن الدولة توفر لك طائرات أو الدولة توفر لك أو الشركات توفر دعم، لأنه في نهاية المطاف أنت ستذهب إلى حتى تؤازر المنتخب لأنه يحقق نتيجة إيجابية. ما أعتقد أنه هذه المسألة تحتاج أن يكون هناك نوع من التدخل من الدولة أو نوع من الدعم، لأن الجمهور يأتي ويشجع. إذا كانت هناك مثلا صعوبة في الوصول إلى المكان، صحيح ممكن يكون هناك في ترتيب معين لتسهيل المهمة، لكن احنا نتحدث في يعني دولة واحدة، احنا كدول الخليج المسألة لا تحتاج إلى كل هذه الترتيبات يعني. جميل، نعم أكيد. نحن طبعا قبل الذهاب للزميل محمود تكلمنا عن مسألة استراحة الإعلاميين، وكان هناك أيضا لقاء من زميل أجراه الزميل أيمن الفجراني مع الأستاذ فهد الروقي الإعلامي المعروف طبعا، نشوف ونتابع مع بعض ثم نعود. الاستراحة الفكرة بدأت بجلسة أخوية، تعرف أنا أعمل في قناة الكاس برنامج المجلس في قطر، وخالد أخوي خالد جاسم مقدم المذيع الرياضي الشهير، كنا في الدوحة في يوم من الأيام وكنا نتكلم في الإعلام الخليجي وإلى آخره في بطولة الخليج، فانبثقت فكرة أنه نجمع الإعلام الخليجي في مدينة الرياض يعني في خليج 22، كيف نستطيع أنه نجمعهم في مكان واحد وأنه نهيئ لهم سبل الراحة وأنه وأشياء كثيرة. كان الأصل فيها هو الالتقاء والمحبة، ونعرف أنه التقارب أنه عندما تلتقي الأجساد تتقارب يعني تتقابل العيون في العيون تخف حدة يعني الخلافات، لأنه في قاعدة أنه الإنسان بطبعه يخشى من المجهول،
في الشخص لما تسمع كاسم بالنسبة لك مجهول ربما ينتج عن هذه نوع من أنواع الخلافات. المهم أنه يعني جت هذه الفكرة، سألني خالد أنه إيش أفضل طريقة يعني في الرياض وأنت ابن البلد وكيف تستطيع. قلت له الموضوع دائما ردد، أنا كنت كثر ما كنت أردد هذه الكلمة حفظتها، قلت له بالنص اترك الموضوع عليه. وفعلا فكرت مباشرة، طبيعي أنها حتكون موضوع الاستراحة، أنه الاستراحة في الرياض هي المتنفس الأول والأهم للشباب الرياضي. يعني دائما طبعا بطولات كاس الخليج تجمع اخوي، تجمع الاشقاء، تعارف بين جميع الاعلاميين اللاعبين وحتى جماهير. ان شاء الله اكيد يعني هذه الاجواء تكون مستمره استاذ محمد. بالتاكيد يعني احنا يعني انا اعتقد انه دول الخليج في السابق كانت يعني او كانت الجماهير الخليجيه في السابق في الاوقات التي كانت يعني لا توجد هذه التسهيلات الان الموجوده في دول الخليج، كانت تحرص على الوصول وتشجيع. الان احنا انت تتحدث عن البنيه التحتيه الكبيره اللي حصلت او التطور الكبير اللي حصل في دول الخليج ككل. يعني انت تتحدث عن اهم المطارات الان الموجوده في دول الخليج، شبكه طرق مهمه موجوده، التطور اللي حصل في البنيه التحتيه في دول الخليج ككل. انا اعتقد ان المساله سهله جدا، وانا اعتقد انه يعني من يرغب في الوصول الى 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 الملعب ستكون مساله جدا سهله. وندعو من خلال شاشة تلفزيون سلطنة عمان أن يكون هناك حضور، لأن في نهاية المطاف بطولة كأس الخليج يعني أنشئت لتبقى ولتستمر، ومن غير الجماهير بالتأكيد هناك عنصر مهم يقيب عن هذه البطولة. احنا لمسنا يمكن في المراحل الأولى، بس نتمنى أن يتغير هذا الموضوع و الآن يكون هناك حماس أكبر، خصوصا أنه صاحب الأرض موجود من الأربع فرق. نتمنى أن يكون هناك جمهور، لأن في نهاية المطاف هذه البطولة بالتأكيد تشاهد من الآخرين. هناك يعني متابعة من الاتحاد الدولي، إذا كان هناك رغبة لأن هذه يتم البطولة يتم الاعتراف بها كبطولة من ضمن أجندة الاتحاد الدولي، بالتأكيد الجمهور عنصر مؤثر. نعم. يعني بطبط. هناك الإعلام له دور، الجمهور له دور أيضا، كلها عوامل مجتمع، كلها عوامل، وأيضا حتى المستوى الفني طبعا. إذا احنا كنا نتحدث لظروف بظروف معينة المستوى الفني في هذه البطولة، لا يعني أن كل بطولات الخليج لا يكون فيها مستوى فني، ولكن بالتأكيد أيضا يجب أن يكون التركيز على موضوع أهمية أن يكون هناك جمهور. نعم. ولا ننتظر أن تكون هناك مساعدة من جهة لأن يكون هناك حضور جماهيري كبير. يعني. نعم، احنا استمتعنا بحديثك معنا وتواجدك اليوم معنا في استوديو نبض الخليج استاذ محمد حجي نائب رئيس تحرير صحيفة العرب القطرية، شاكرين لك تواجدك، ويعني اكيد جهودكم واضحة ايضا في التغطية في صحيفة العرب، واتمنى لكم كل التوفيق باذن الله. شكرا لك على الاستضافة وشكرا لك. الله يخليك، شكرا لك. بهذا الحديث الجميل مع الاستاذ محمد حجي نشكركم مشاهدينا الكرام على المتابعة. وصلنا طبعا الى نهاية حلقة اليوم من برنامج نبض الخليج، كما نذكر دائما النبض مستمر في خليجي 22 ونحن مستمرون في المتابعة والتغطية. غدا بإذن الله حلقة جديدة في نفس التوقيت، في أمان الله. أنا أنا أحب قطر وهالقطر الحب في دم من الصغر دايم على مر العمر خليجنا واحد وان بحريني قلبي في عمان أخوان احنا من زمان لها وسط قلبي مكان شقول انا عن مملكة انا كل شي في قلبي تملكه وانا انا هذا السعود